مش بيحكي كل شيء عن كل شيء، وضيوفنا لليله جهاد قزعور، سعد رمضان، باتريسيا نمور، مروى خليل، ووفاء حلاوي، نورهان، صديقنا الغالي ميشيل أبو سليمان. يا عمي يا عمي، شو هال طعجة الشعر على كلارك جيبل؟ يعني رجعتنا للأربعينات، رجعتنا يعني تاريخ ميلادك. بس بشرفك، مش أحلى هديك الأيام منى؟ بلا احلى اكيد. ايه تبعوا الديفاز، تبعوا السينما، عايشين كنا، لا غير 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 عايشين. إيه؟ كنا على البركه. إيه بس لو ما الحرب العالميه الثانيه، هي هي زعجتنا، بس انه غير. إيه؟ هيك انا ما تضايقت، لانه يعني عايش انت كنت اكبر مني، لانك يعني انت قاطع بالاولى، مشان هيك يعني ما حسيتها. إيه؟ يعني ما في مجاعه، قاطع لانه كنت صايم. إيه حقبل كل سنه. بس اول شيء قاصص وبعدين عاملها هيدي كيف هيك بتطعج؟ مش قاصص ولا عامل شيء، بس هيك مشطت، طلعت حطيت شو اسمه، ظهرت قلت انا هيدي هي. يا ويلي. ايه يعني اوقات بتكون. إيه؟ اوقات بتكون تقادير ربانيه يعني هيك الشغله. ايه سبحان الله اللي خلقني، يعني ما بعرف كيف. اول شيء ميشيل خلينا نرحب بجمهورنا المهضومين كثير، كلهم من صف الكاتريام. واو، جايين الليله من مدرسه سان كيرك، فرح باب، اهلا وسهلا. الكاتريام من احلى الصفوف، لانه بيكونوا كبروا، بس بذات الوقت ما في تقديم رسمي. هلا انت سنت الجاي بتصير كاتريام، بتعرف هيدا الشعور؟ ان شاء الله ان شاء الله، لان صرت عيدها شي 10 مرات. انت ثالث سنه سان كام، ما هيك؟ اختصاص كاتريام. الاختصاص كاتريام. ان شاء الله. خلينا قبل ما نبلش مع ضيفنا ليلى اللي رح يعطينا معلومات كثير مهمه اقتصاديه. شوف شو عملتي بالحلقه الماضيه انت. انت انت انت. طيب خلينا نشوف الفلاش باك بلاير. بس وانا كثير حبيك بعد ما قلت لك انت كثير حلوه. بتعرف الملحن او الكاتب مثلا غصيت بتعرف الملحن متضايقه؟ شو بدك؟ بدي راجع. ليش عندك تسميع؟ عندك فحص؟ فيك تسمعني؟ اوكي، يعني هلا اذا بتطلع بميشيل هيك بتقول يا ربي انه عيشني لهالعمر. لا ما انا ميشيل في اشياء باخذها غير في الوجه الثاني اللي بحبه لميشيل بكل شيء بالحياه، تكرار يعني بصير الواحد حمار. ما غلط، بيعلم التكرار، بيعلم بيعلم. ايه والتكرار بخليه يصير حمار. لا من شو خايف اكثر شيء؟ خايف ما اقوم اعصب انا ميشيل. لا اليوم قاعد عاقل، صار له اربع حلقات قاعد كثير عاقل. اكيد مينيموم. يلا اذا كملت هيك على طول رح برجع لك بطاقتك. رح نعطيك بطاقه مجدده مقلمظه. مره بل اكلت نصها على حاجز قوات الردع وزبيت نصها.
اكلتها مزح. اخ حتى ما اكلتها اكلتها ايه حاجز طيار كله فجاه دغري فاجئونا كذا ونزلونا من السياره. اكلت نصها والنص الباقي دحشته بالفرج. بس هلا البطاقه الجديده ما بتتاكل ما بتمشي كان مص مص بتحط بالقلب. صار انتصار هيدا الحلو. انا كنت عم بحضر عملت هيك بيبصر في شيء بيبلش مشهره تحت لا عادي خلون. لا عيب. في ست صديقتنا عطت سيارتها للفالي باركينج واخر مره كانت بتشوفها للسياره. انا ما بعطيها للفالي بعطيها لبنت الكبه لان في ناس كثير حلوه بس الحركات السويديه بدها مثلا بار فيكس بدها امور يعني ما في بار عم روح عليه فيكس على طول مش عم انا فات في مره حدا من ورا قال لي سوري على التليفون شاب شاب ايه مش من اكيد بده يفوت فيك من ورا اذا شاب انا شفته بيعلي بس ما عليه بالامليه ما عليه لا شو الامليه تقول انه انا لا انا انت بعتبر يعني انه انا الله يساعده جورج وكل اللي كانوا موجودين مهضوم عليك جورج. عن جد تحياتنا لهم حلقه كثير مهضومه وليلي رح تكون حلقه مهضومه اكيد لانه فيها زعرة ليه؟ بلشت من هلا انظر ما تستخيم لا يوصل اوكي اوكي مش بظهره بوجهه معالي وهلا حديث البلد مع جهاد أزعور اهلا وسهلا فيك اهلا حديث البلد بلش يستغربك من برا قلت له بتنطر حتى يوصل وبتبلش تنكت النكت بس انت ملاحظه انه العوينات تغيروا وتمشيط الشعر تغيرت مش بس عم نقوله عامل لي كلارك جيبل فيها ليلي الحمد لله مع هال وانت حلوين كمان ممنونك الفرق اللي جهاد أزعور أول ما طلع وزير عن عمل سكتش فادي رعيدي عمل سكتش طويل عريض عن فادية شريقة كيف انغرمت فيه وبلشت تتغني وهيك كان عنده شعر قبل الوزارة صحيح هرولو إياه لا بس الشعر بيضله أهلا وسهلا فيك أهلا فيكي جهاد أزعور أنت دكتور بالاقتصاد أستاذ جامعي ووزير مالية سابق بحكومة الرئيس فؤاد السمنيورة وأنت ضيفنا الليلة لأنه الاقتصاد هو حديث البلد بعد يوم الغضب اللي قررته الهيئة النقابية امبارح الأربعاء بالتزامن مع درس مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب بداية قديش وضعنا الاقتصادي فعلا على حافة خطيرة اليوم ما بدنا مثل ما بيقولوا نخلي المشاهدين يكونوا كائبين لا الوضع صعب ما في شك لا هني كائبين عادي بس اللي بدي أقوله صحيح الوضع صعب بس لبنان مرق بمراحل كتير صعبة بالماضي وكل مرة قدر تخطاها يعني ما ننسى آخر 10 سنين مرق علينا يمكن على القليل كل سنة حدث يا أمني يا سياسي يا اقتصادي كتير كبير وبرهن لبنان أنه عنده قدرة كتير كبيرة يطلع من الأزمات وعنده قدرة أنه يمتص الصدمة وهيدا بيعود لقدرة الشعب اللبناني وللطاقة اللي عند لبناني أنه على طول يقدر يطلع من أي صعوبة ويقدر يرجع ينطلق ما في شك اليوم نحن بوضع صعب السياسي خلته يصير صعب اقتصاديا الوضع الأمني كمان وما ننسى أنه حولنا المنطقة عم تغلي لهيدا السبب الوضع بلبنان صعب جهاد أزعور اليوم العمال والمعلمين وحتى نعم. العسكريين عم بينظلموا بالتعديلات اللي ممكن تخيلها على السلسلة وبنفس الوقت عم ينحكى كتير عن تداعيات هالسلسلة على الاقتصاد اللبناني من دول ما ندخل بتفاصيل يمكن بدها حلقات يعني حتى نشرحها إذا بدنا نبسط لهم لهالناس واقع السلسلة اليوم بمثل صغير كيف بتشبه لهم ليكي هي السلسلة هي برام يعني بيحدد لكل وظيفة شو واحد بده يقبض وكل ما طلع من وظيفة لوظيفة كيف بده يتغير معاشه كل ما ترقى هلا اللي صار اليوم انه السلسلة جديدة رح تدوبل تقريبا معاشات الموظفين بالقطاع العام هلا اللي بيطلع له الحصة الأكبر أكيد العسكر لأنه عددهم أكثر وبعدين الأساتذة وبعدين موظفين الإدارات نعم هلا ما ننسى انه بال2008 وبال2012 رفعنا
الأجور بالقطاع العام. أنا برأيي بعد السلسلة ما فينا نقول إنه موظف الدولي بعده مظلوم، لأنه بصير يقبض أكثر من موظف القطاع الخاص. وما ننسى إنه ساعات العمل بالدولة 32 ساعة، بالقطاع الخاص 39 أو 40 ساعة أطول. لهذا السبب برأيي اليوم عم نستعمل السلسلة. صراحة ما بعرف، أنا برأيي الخطأ الأساسي اللي صار إنه وقت الحكومة الماضية فاتت بالسلسلة، فاتت فيها بالغلط إذا بدي أقول، كانت عم تعدل معاشات القضاة وبعدين أساتذة الجامعة اللبنانيين وبعدين اضطرت تفتح الملف كله. ملف كله يعني عم تحكي 120 ألف موظف. لهيدا السبب اليوم إذا بتلاحظي وقت تحكي مع السياسيين بتحسيهم إن هن ضمناً مش مع السلسلة، بس وقت بيطلعوا على الإعلام بيكونوا واقفين معها، لأنه شعبوية. مشان شعبوياً ما يقولوا للرأي العام إنه هن مش معه. بس ما في شك إنه اليوم هيدا تغيير كبير، لأنه عم دولة معاش الموظفين كلفة رح تزيد، وهيدي الكلفة بده يدفعها المواطن. لهيدا السبب كمان بالوضع اللي احنا فيه اللي هو وضع سياسي صعب ووضع الاقتصادي كمان صعب، بيسأل واحد سؤال، هل بيقدر المواطن اللبناني يحمل أعباء إضافية؟ وهذا سؤال مشروع وطبيعي. طب اليوم المواطن اللبناني والمطالب يعني والأساتذة وهالموظفين بيقولوا لك في أموال كتير عم تجي على هالدولة وعمل تهدر، وبيحددوا لك من وين، وبيقولوا لك عم تروح على جيوب معينة، يعني مثل كأنه عم بيقولوا بطريقة غير مباشرة للزعمة خففوا من حصصكم شوي واعطونا إياه الشعب. ليكي ما في شك إنه اليوم أكيد اليوم هيدول المزاريب لازم تتسكر، بس خلينا نرجع نقول شغلي، اليوم الفئه اللي هي اكثر حاجه بلبنان اللي هن دخلهم اكثر شيء محدود مش موظفين الدوله. في 45% من اللي بيشتغلوا بلبنان هن مش موظفين، هن اللي عنده مصلحه صغيره مهنه صغيره. هدول اليوم رح يتضرروا اكيد، لانه رح ترتفع عليهم اقساط المدارس، رح ترتفع عليهم كلفه الطبابه، رح يرتفع عليهم الاجرات وهن دخلهم مرتفع. اليوم اذا بتقولي لي انا اذا عندي مليار و800 مليون ليرة، 1800 مليار ليرة، وين بحطهم؟ بحطهم لمكافحة الفقر بلبنان، لدعم هالطبقات هيدي. هلأ موضوع الهدر موضوع تاني، هيدا لازم يتوقف، مش لأنه لنمول السلسلة، هيدا لازم يتوقف لأنه هيدا مش قانوني. اوكي، واللي بيفاجئك انه بعض الأحيان بتلاقي قيادات سياسية هي بذات الوقت بالحكم وعم تنتقد، يعني يا انت بالحكم ولازم تصلح، يا انت ما فيك تصلح تروك الحكم. هذا المشكل اليوم الاساسي، يعني الشعبويه وصلت لمحل انه بنقدر نقول شيء وعكسه. الحل بالنسبه لإلك؟ انا الحل بالنسبه لإلي خليني اقول لك صراحه، الحل هو انه يصير في تغيير شامل بنظام عمل الدوله، مش الحل انه نعدل السلسله بس. هيدا الملف اللي انفتح كان لازم ينفتح كله. صحيح انه ممكن يزيد الاكلاف على الدوله، وانا كمواطن مستعد ادفع اكثر، وكمواطن بدعم هيدا الشيء، بس بدي شوفه كمان انه عم يغير الدوله. عم يصير الموظف مسؤول اكثر، بيحترم المواطن اكثر، عم شوف الاستاذ بالمدرسه الرسميه عم يعلم اكثر وعم يعلم احسن، عم شوف انه الاطفال اللي موجودين بالبقاع بعكار بالجنوب عم يقدر يكون عندهم ذات القدره وذات الكفاءات من اللي قاعدين باحسن مدارس بلبنان. هيدا بنكون عم نصلح الدوله، وبنكون عم نصلح الدوله وقت كل القوى تبقى عم تشتغل مع بعضها. الكلام اللي عم نسمعه اليوم مش حلو، كل واحد عم يتهم التاني، مش هيك بتبني دولة. اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. جهاد أزعور بتفصلنا 10 أيام بس عن نهاية ولاية الرئيس سليمان، ويبدو أنه الفراغ هو المرشح الأوفر حظاً. اليوم شو اللي بيمنع أنه جهاد أزعور المروني يكون مرشح توافقي لرئيس الجمهورية؟ أنا ممنونك ترشحتيني، بس أنا مش مرشح. ليه؟ اخذ فيتامين سي لانه اخذ فيتامين سي. محصن حالك ولا؟ لا مش مرشح، يعني هيدا انت خالك استاذ جان عبيد. نعم. من الاسامي المطروحه. اي نعم. سياسيا بتتوافق معه؟ انا بتوافق معه على مبادئه اكيد. نعم. بتوافق معه على النهج اللي هو تبعه. نعم. وبرايي هو من افضل الاشخاص ليكونوا عم يقودوا البلد بالمرحله اللي يعني فينا نقول انك مخول سياسيا؟ انا ان شاء الله اكون مخول. تحياتنا لإله، قديش بتلاقي حظوظه؟
بتعرفي بهذا الموضوع الانسان تبقى شهادته مجروحه ما بيقدر يقيم. نعم. ما في شك انه اليوم نحن بمرحله فصلنا 10 ايام عن الاستحقاق وبعدنا بضبابيه كثير كبيره. نعم. هيدا دليل عدم عافيه بالديمقراطيه عندنا. وهيدا دليل انه اليوم نحن يعني عم نحط البلد واستقراره بخطر. انا بتمنى انه اليوم هالانتخابات تصير باسرع وقت ممكن وتصير ضمن المهله. رجعوا عوجوا شوي صغيره. شو هن عويناتي؟ ايه خذ هدول، اعطيني هول بس لحتى ظبطهم جملتهم. حلوين خلص. بدنا حوليت يا رجالي. عندكم نفس الشيء؟ ايه بس انه بس كان بدي اقول لك شغله ميشيل، ما تاخذني بلا قطع عن حديثك، يعني بلا قطع عن حديثك، ما كون قطعتك مثلا او شيء، ما تاخذني. لا باسم الغلط بحاجبه مش بالعوينات، مش بالعوينات، في عنده واحد او بالفيزيون تبعيتك ميشيل، او بالفيزيون انت هيئتك لوقت شوي على هيدي على الغره هاي، بس انت بس عملت الغره هيك جنابي. اوكي بس عملت الغره جنابي هيك بعدها هلا. ايه بعدها كثير حلوه. حلوين عويناتك. جهاد أزعور رح اعمل لك انترفيو هلا من وحي. أسوأ شيء معقول يصير مع الواحد وهو عم بيعمل انترفيو، مثلا انه حدا يقطعه، حدا مثلا يقول له عويناتك وهو ما يخليه يكفي. صايره معك شي مره؟ جوابه هلا صارت معي. ما بتذكر. والله معقولة هو في تضيع يعني. جهاد أزعور وانترفيو أسوأ شيء. أسوأ شيء بلبنان. عجقة سير. أسوأ شيء فيك جهاد أزعور. بتأخر على الموعد. أسوأ هدية تلقيتها. الهدية اللي صاحبها مش منقيها، يعني من عجبتك اللي لا يلي هو بعتها من دون ما انه مرق اشتري له كادو. اشتري له كادو انه بس شو بيقولوا واجب فرض. واجب يعني. أسوأ كلمة سمعتها. أسوأ كلمة سمعتها هي كلمة الكذب، وقت اللي واحد بيكذب على حدا أو بيحكي على حدا. الكذب صعب كتير. أسوأ شيء بالمطلق. ظلم. ان شاء الله ما يكون في ظلم بكارت كيتي. يلا اوكي اكيد لا ما في ان شاء الله. كيتي كيتي شابو ولونات وشوارب بس. على طول بسال حالي سؤال، هل كل الكروتي مش بعضهم؟ لا عن جد لا، لانه كذا مره بنرجع بنرجعهم وبيشوفوهم كل كارت شكل. بقراها انا؟ يا ريت. لعبه ترى نقشه، ترى غني غنيه، نقشه شراب ملقعه من الزيت. زيت؟ ايه ان شاء الله بتكون بتحب الزيت. لا خليني على النقشه. لا بدك تلعب تلعب ترى نقشه. بدك تلعب ترى نقشه. على بالكوين. بس اياها ترى واياها النقشه. ترى الارزه هي ترى. ايه طيب بدك انا العب لك اياها؟ لا بس قلنا اول شيء اياها ترى اياها النقشه. ترى هي الارزه والنقشه ثاني مان. بدك تكبها هيك؟ لا تعملها هيك؟ تكبها وتسلق. ايه انا بدي اعملها؟ ايه ترى ولا نقشه؟ ترى. ترى شو مكتوب على الترى؟ شو الترى؟ شو مكتوب بالكارت؟ شو مكتوب على الكارت؟ بدك تغني غنيه اذا ترى؟ ايه ايه غني غنية تفضل. اوكي بس. اهون من بشرب الزيت. لا خليني على الزيت. عن جد؟ لا خليني. ايه ما بتغني؟ بغني بس صوتي مزعج. لا ما عليه، ما نحن بنغني معك. نحن بنغني معك. شو بتحب تغني؟ ليه ليه؟ لا حرام الزيت، ليك الزيت؟ غني غني انا بلاقي. خليني على ملعقة زيت. ما طلع له طرف. ملعقة الزيت وهو بيغني. لا بدك تاخذ ملعقة زيت لتغني. والله؟ ايه بدك تقشي. طيبين زيتاتكم؟ طيبين زيتاتكم؟ ايه طيبين زيتاتكم. هو من حاسبيا. ايه حاسبيا. بعض حتى ما حدا يقول على زيتاتنا عكرين. عكرين لا ظابطين.
وهلا حديث البلد مع سعد رمضان. بسمعك يا سعد، كيف هالغنية؟ بتجنن يا سعد لو تشوفها شي بماني بشاي لابسات البرال يا سعد شاي بني طبقة واطي شوي. هاي أنا طلبت لك إياها سبيشال ريكويست حبيبتي. أول شي في معرفة سابقة مع الوزير؟ لا، مع الوزير أول مرة بلتقى أنا وياه هون، بس شرفت بمعرفتك كثير. حضرتك حضرتك يعني مع الوزير. وعلى برشا قال لك كنت لازم استعين فيه أنا هيديك الساعة وقت اللي إيه ما أنا كنت مزبوط على الغنية؟ هلا رح يساعدني. إيه والله. طيب يلا ملحوقة، بدك تغني غنية أنت وجهاد أزعور، لأنه أنا شفت صراحة الزيتات ضايقهم أنجأ براس الملعقة وسكتت. أها ايه شو بدنا نغني شيء موال هيك هيك عم نحكي عن الكاس و بدنا يعرفه هو. بده يعرفه هو. قل له شيء هلا على الهين. يعني شو حابب شيء موال؟ نقدر نغني انا وياك. شو الموال اللي براسك؟ شيء لوديع صافي مثلا او شيء؟ روح. روح. رح ألفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوخ من وزار غياب سقف زهور مفروش بالعنبر حب الند الأخضر دنيا ظلال ظلال دنيا ظلال ظلال. الله برافو. ميرسي انك ساعدتني. انا ساعدتك. ليك عمل ليبسينج، انا شفته عمل ليبسينج بيعرفها للغنيه. سعد رمضان اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت فنان لبناني حصدت شعبيه كبيره بفضل صوتك الرائع، احساسك العالي، اغنياتك المميزه وشخصيتك القريبه من القلب، وانت ضيفنا الليله بعد اصدار كليب احساسك صنم اللي صورته بالبانيا. صح. سعد ايه البانيا؟ كيف لك البانيا؟ بحياه ربنا. اخذني البانيا لهونيك. والله والله هيك الهيئه، هيك الهيئه. حسك البانيا. سعد، بعد اربع كليبات مع سيلفانا المولى اللي بدنا نهنيها بعرسها هلا ونتمنى لها التوفيق. بعد بكره. بعد بكره يعني. الا الف مبروك. اكيد الف مبروك. شو اللي اخذك عند مخرج اجنبي وعلى البانيا بالذات؟ صح، هي القصة اجت فجأة، كلها فجأة فجأة. بتعرفي على الـ على السوشيال ميديا هلا صار تحس كثير ناس بتقرب من بعضها، بتتعرف. فبيوم من الايام في شخص عمل لي لايك على الـ على البروفايل، فتت لعنده، طلعت سوني ملاج. سوني ملاج هي اهم فنانة بالبانيا. هلا رح حتى نعرف مين سوني ملاج، انا طلبت منهم يحضروا لنا صورتها حتى نشوفها على الاكران مشان الحكي مش مثل الشوفي. هيدي المخلوقة. شو ميشيل، المرة الجاية أنا وياك نطلع. هيدي المخلوقة عملت لك لايك. شوف أنا بحب المشاهد يفهم يعني الضيف عن شو عم يحكي، عن شو عم يحكي، تفضل. فالمهم عملت لي لايك على البروفايل تاعولي، فكنت عم شوف شو هالصور. شو هيدا؟ لا كثير حلوين، كثير حلوين. رحت لهونيك هلا أنت يعني؟ رحت. وشفت هيدي المخلوقة. سوني هي بلجنة اكس فاكتور كمان. ايه. ف كورية ولا سوني اليابانية؟ لا الاصلي. لا الاصلي الاصلي. فتعرفنا على بعض، فتت على البروفايل تاعولها كمان، عرفت انه هي فنانة ومعروفة، عندها فولورز كثير كثير فولورز، وشفت صورها وهيك وحتى على اليوتيوب وهيك، وصرنا نحكي سوا، فصرنا اصحاب. فعم بتقول لي انه عم بقول لها انه بدي صور كليب
احساسك صنم قريبا وهيك، قالت لي ليه ما بتجي على البانيا وانا عندي كونتاكت سونيك ومنه هيك شوي بتغير لانه غير جو. اوكي ايه غير جو الواحد ف طبيعي طبيعي فقلت لها اوكي وحكينا مع شركه الماكس برودكشن اللي هي اهم شركه اخراج بالبانيا وبكوسوفو وبكل هالمناطق هنيك. في مخرج اسمه بلندي، هو اسمه بلندي بس هو عنده شركه الماكس برودكشن بيمضي ماكس صح 100%. هي من اهم الشركات هنيك. فقلت انا انه اول شيء انا بحب اعمل اشياء جديده، يعني بحب دل جرب على طول. جربت؟ جربت ايه كثير حلو. ايه كثير حلو الشغل معلوم الكليبات تبي لا اكيد ف والبنات كثير حلوين هنيك. ايه جربت عم بقول لك. لا ما جربت انا عديت ما تقولني شيء ما قلته انا مش لا غريب عن جد عن جد. هلا بتشوفوا بالكليب حتى البنت اللي مثلت معي موديل حلوة غريب شو في جمال عن جد شو في بنات حلوة هنيك جد جمال مش طبيعي. طيب عرفنا انه في مشروع هلا ديو بينك وبين سوني بس عم بتحضر على نار هادية مزبوط صح؟ يعني الفكرة موجودة وحكينا بالموضوع هلا لنشوف كيف ايمتى بده هيك نظبطها لحتى اول نار شوي صغيره من لا خليها على نار هادي احسن تطلع احلى طبخه تطلع الطبخه مصريه اكثر ما بكون انا بحبها على نار هون احسن ما تحترق بس عن جد الدنيا صغيره صارت بهالسوشيال ميديا صحيح ما شغله مش على الخاطر يمكن ولا على البال. سعد قبل ما نكفي نحن وياك خلينا نشوف نحن ومعالي الوزير هالمشاهد من كليب احساسك صنم كلمه علي المولى جونيور الحان صلاح الكردي واخراج ماكس برودكشن وتوزيع صلاح الكردي كمان وكمان توزيع صلاح الكردي بس حتى نقدر نشوفه. على فكره الكلمات كمان رائعين. بدي اطلب منك تطلع بالكاميرا وتقول بلاير باسم صح ما زال احساسك صنم والرقه بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انت يا شمس سميها انت بس انا بدي اساله سؤال لسعد. ايه انا على طول بسال حالي وقت بشوف كليب مين بيقرر شو بده كيف بدها تكون المخرج ستوري بورد المخرج والمطرب يعني لانه بعض المخرج بلاقي الغنيه محل والكليب صح المخرج انا مش المخرج بيعطيك الفكره وانت بدك تقبل الفكره ممكن انت يعطيك فكره ما بتلبق لك لإلك اصلا انا يعني في كثير اشياء انا بالكليبات ما بعملها لو مدري شو بده يصير بيقول لي مثلا هيك المخرج ما بعملها في شيء اذا اعطاني فكره انا لقيت حالي فيها ولقيتها حلوه بتفق عليها اذا بدها تعديل بنعدلها اذا اوريدي من الاساس مش عاجبتني بنرجع نغيرها بنعمل فكره ثانيه يعني لازم يكون في تنسيق بين اثنين يعني. سعد بنشوفها كثير منسجم بالكليب مع الموديل اللي هي من كوسوفو ميموزا شو اسمها؟ ميموزا كثير ناعمه يعني مثل الميموزا اللي الموزي بس ولا مرة فشيت لنا خلقنا وقلت لنا بحديث البلد انك مرتبط مغروم معجب لانه عم بتسائب بس لاجى حديث البلد تكون مغروم تكون فاكس فاكس الموضوع انت فاكس اخر مرة انت عم تقضى قبل حديث البلد يعني يمكن ايه لحتى ما تسالوني لحتى اكون صريح انت وجاي انت وجاي فكست ايه فكست هلا قلت لها خلص قلت لها ما بدي هلا واصل على حديث البلد بعد حديث البلد نرجع لبعض شوفك بعد الحلقه يعني بالك مش مشغول على حدا لا 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 ساعد برصيدك العديد من الاغنيات خلينا نتذكر ابرزها بهالميوزك ستوري يلا
بدي احكي لك انا حبيتها ومش رح اخبي نويلة ظلم قبيلة تترد اللي روحي وقلبي تتعمر حلقات الدبكي علمن زايرة وعدر بكي وختيارة مهضومة وحركي صلحت مع الفنان زياد برجي بعد اشكال حصل بيناتكم حديث البلد حديث البلد كلنا بنعرف كل شيء عن كل شيء بعد اشكال حصل بيناتكم من فتره يمكن سنه سنه صح مين بادر ل يعني بالخطوه تجاه التاني ليكي للصراحه زياد بادر بس شفتها كثير كبيره انا وحتى بادر مش بس لإلي للمولى برودكشن ككل استاذ علي المولى ولكل المولى برودكشن وانا من ضمنهم يعني بس شفناها كثير كبيره لانه عن جد اللي مش حقول اللي بيعترف بالخطا لانه هو كمان في كان سوء تفاهم حتى نعم. نحن شوي بمطرح بس صغير هو شوي اسمي لأن الاعتراف بس هو صح 100% يعني. هو الشخص لما عن جد يبادر اوقات انا ببادر حتى لو كان الحق مش يعني الحق معي اوقات انا ببادر لانه بالنهايه الدنيا رايحه يعني مش صح بس بدها جرأه بدها جرأه يعني كان كل شيء يعمله زياد انا اول واحد شيل تليفوني ودق له قول له كل اعمالك حلوه هيدا يمكن اللي بيحز شوي بنفسي انا انه انت لما تكون شخص كثير بتحبيه انه فجاه يجي يعمل شيل تليفونك بس كان العتب انه قل لي ليه هيك صار وبنتفاهم بهذا الموضوع بس مش على على التي في وتطلع وتجرح وكذا هيدا كل اللي صار بس زياد كان صديق وبعده صديق بيتر ليت ذان نيفر يعني مثل ما بيقول صح يعني المهم اللي صار بالاخر صح. هلا بدنا نسمع منك لانه لاحظت معالي الوزير بيتذوق ايه بدنا نسمع منك موال على ذوقك تهديه لهالحبيبه اللي بعدك ما لقيتها فيك بالالباني يعني بالالباني ايه اوكي قالوا تسل عن المحبوب قلت بمن الله كيف التسلي وبالأحشاء نيران الله قالوا تسل عن المحبوب قلت بمن كيف التسلي وبالأحشاء نيران إن التسلي حرام في مذاهبنا فكيف يقبل بالغفران إيمان فشارب الخمر فشارب الخمر يصحو بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكران الله
رمضان قريبا عندك جولة بكندا وأستراليا، وعرفنا أنك اليوم عم بتحضر لأغنية جديدة بعد ما بدك تحكي عنها. مفروض بكرة أو بعد بكرة أخذ القرار خلص أنه هيدي هي الأغنية. يعني شو رايح القرار، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. بوزيتيف بوزيتيف، وحتكون الأغنية شوي صيفية على يعني من بعد إحساسك صنم بدنا نراضيهم، يعني ما فينا أغنية كثير حب، يعني رقص ودلع وما دلع وحب. فيها عرس ولا فيها رقص الغنية؟ لا فيها رقص أكتر. فيها رقص أكتر، مش غنية أفراح. يعني بتتغنى بالأفراح أكيد. بتتغنى إن شاء الله عم بفرحتك يا. إن شاء الله يا رب. يا سعد، ومنوجه تحية لولدتك وأكيد بتنبسط بهالدعوة. ناطرة. سعد، مع انه صرنا سائلينك كذا سؤال، بس رح نعمل لك سعد رمضان وانترفيو سؤال. اوكي. سؤال لميشيل، اول سؤال. أنا بعرف الجواب، بس انه بدي اساله منين جايب هالخفة الدم كلياتها؟ بس هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. من الباك جراوند. باك جراوند يعني خلفية. خلفيتك اوقات من الحزن تخلق ضحكه، اوقات يمكن من تعاسه، من حزن، من مرض، من بدك تهرب منه بتخلق الضحكه. صح. بتخلق المزح. صح. بس في سرعه بديهه كمان. صح. في سرعه بديهه. سرعه بديهه بتجي مع الوقت، يعني من ايام مسرح كريم ابو شقره. تعلمنا من هالمدرسه الله يرحمه، مدرسة سرعة البديهة، كان كريم يعني. حتى هو القصص يعني، حتى هو القصص فيها علم كمان، يعني مش إنه بس لاحظت أول مرة من ربنا سبحانه وتعالى. أول سؤال ميشيل بجاوب عليه جدي. ها جدي إيه؟ آه. لأن كنت بالرياض. ما في لو الثانية ما أبدا. هلا في سؤال لإلي. سؤال لإلك، منين جايبة هالمحبة العالم كلياتها وهالجمال كلياته؟ يعني عن جد انا بس لاقول انا طالع مع حديث البلد، لكل العالم سلم لنا عمونا ابو حمزه، شو هالجمال؟ هي حلوه عن جد على الطبيعه مثل ما حكيت. يعني هذا عم ينطبق عليك على كل حال. هيدا السؤال صدقيني، هيدا السؤال بيسالوني اياه 20 مليون مره. صح. انا ما بهمني انت عم تجاوب، بهمني شو عم بتجاوب. انا صرت مجروح قد بتعرف. حلوه واحلى وبلا ميك اب. كلهم بيقولوا لي عن جد، بيقولوا لي هذا جواب. هي هالقد حلوه، قد ما حلوة على التلفزيون، بقول لهم أحلى بعد. هيدا بالتي فيك، بعتقد اللي بيقولوا الشاشة غشاشة، لا بس تعطي محبة بدك تاخذ محبة، يعني هيدي بعتقد يعني فلسفة الحياة. صح. حتى توصل لوقت يعني بتوصل لوقت إنسان من جوا مرتاح مع حاله بتتضايق، يعني بين بيطلع لك حبة يعني. شو هلا شو هلا هلا توصل لمطرح اللي بيطلع لك حبة آخر شيء من المحبة. هيدي ما حبة، هيدي ما حبة. كيتي، كيتي عم بتذكرني بحدا بهالعوينات والشوارب، شوي بيشبه شخصية غوار سوشي. صار لي ساعة عم حاول ارشيها بالباكستيج. ما بتقبل ابدا. شوف، لا ما حقبل. لا عم تمزح اكيد. لا شو مكتوب؟ لديك 30 ثانيه لتقدم عرض ستريبتيز. اكيد لا. لا مش ستريبتيز على الايه، بتبقى بسليب يعني. مش عادي في سليب. لا فكرت بالمره. لا لا هيئتها كورين بعينها. هيدا هيئتها هيك. وين كورين؟ وين؟ يلا وين بدو افان هون. بدك تشيل الميكرو. بدنا نكب عليك مصاري عن الفكره. انا في لها الميكرو كمان. بس تطلع على الكاميرا. لا لا we
كواليس البلد مع باتريسيا نمور، مروة خليل ووفاء حلاوي. فيكم بحديث البلد. بدي اقول لكم انه بالاول انا يعني ما قدرت اعرفكم من بعضكم، صرت عم بتطلع عم فتش وين باتريسيا وين وفاء وين مروه. باتريسيا اهلا وسهلا فيك. جايين بنفس اللوك الليلي وفي منه هدف هيدا اللوك، وجايبيننا معكم روشيرات رح نحكي عنها. هلا نحن مش اسامينا باتريسيا ولا مروه ولا وفاء، نحن اسمنا امل. انتم تتقون امل. انتم الليله ضيوفنا بحديث البلد لانكم ابطال مسرحيه زنود الست الكوميديه الساخره اللي ما بتخلى من الموسيقى والغنى، واللي بلشت تنعرض الليله على مسرح مونو، بتستمر لاول حزيران المقبل، وهي من كتابتكم وانتاجكم وفاء ومروه ومن اخراج شادي الزين. مزبوط. باتريسيا الليلة كلكم جايين بنفس اللوك وتياب لأنكم عم تلعبوا ذات الشخصية اللي هي أمل، ليش اعتمدتوا هالفكرة الغريبة؟ هي الفكرة مش غريبة، لأنه نحن كان بدنا نقول إنه كل حدا منا فيه أمل، لأنه كل ست بتشوف حالها بأمل بمحل معين. يعني مش هيك أصلاً ثلاثة مثلناها، ونحن كمان كنا عم نحكي إنه ثلاثة لأنه بنمثل كمان المثلث اللي هو السيمبول تبع الفيمينا. نعم. فهن بجاوبوك كمان هلا مروة، حسيت عندها شيء تقوله نحن الكاتبين. أكيد هي الفكرة إنه عملنا ثلاثة أمل كرمال نفرجي كل واحد إنه أمل عندها كذا وجه، يعني هي بنفس الوقت المرأة الناعمة، بنفس الوقت المرأة الريفولتي، يعني رومانتيك، المتمردة بمحلات اللي نملت بمحلات عاملة ديبريسيون، يعني في كذا كوتي. فبس مش كل وحدة منا مستلمة شق، بس كل وحدة منا عم تقطع بكل هدول الحالات سوا. مزبوط. لأنه هالإنسان كمان هو مجموعة من الأشخاص، يعني كل شخص هو مجموعة من الأشخاص، ما في حدا تقدر تعطيه صفة معينة. مزبوط. نحن هادين أوقات، متمردين أوقات، حزينين أوقات، قوية أوقات، يعني ما بعرف إذا في شيء بدك تضيفيه وفاء. لا بتخيل إنه هيدا أهم شيء قالوا اثنيناتهم، إنه كيف بدنا نفرجي كذا وجه لنفس الامرأة. بس هي وفت أمل كانت كل حياتها ما عم بتكون حالة، يعني كانت دايما بالعكس تكون موجودة لأولادها ولا جوزها، وكتير هيك تقبل بكل شيء، لحديت ما وصلت لمحل اكتشفت انه هي منا سعيده وهي كثير وحيده، جوزها ما بيقعد بالبيت وبيظهر عليها، اولادها واحد بامريكا عم يدرس والثاني تجوز وفل، فحست انه كل حياتها عطتها لمشي. يعني ما بعرف اذا في مبالغه نقول انه امل هي يمكن 90% من الناس، مش عطتها لمشي، عطتها لغيرها. عطتها لغيرها اكيد، بس لمشي وتقول عدمت نفسها، عدمت نفسها لدرجه انه حست انه هلا ما بقى عندها ولا شيء، ما ولا مره طلعت عن جد. بس هيدي المره، هيدي هي المره. ايه هي امل بنفس الوقت ست البيت، هي بنفس الوقت الام، هي بنفس الوقت هالمره الملعونه اللي عم بعدها بدها تحقق احلامها. يعني عندها بعدها بدها تكون مثيره، بدها تكون معشوقه، بتحاول. ايه بتحاول. هي مره قاعده بالبيت لوحدها بين اربع حيطان، مره قاعده لوحدها بين اربع حيطان وبتتعرف على جاره بس ما بنشوفها بالمسرحيه، وشوي شوي يعني اول شيء لما تتعرف على الجاره بتشبح عليها، بتعطيها الصوره الايديال، عندي كل شيء في مكانات بالبيت، عندي الصوره الحلوه يعني. ايه الصوره الحلوه. ايه انا جوزي ما مقصر، جيب لي كل شيء، ومفروض تكون سعيده، بس ما انا سعيده. والجاره هي من خيالها، لانه قد ما انا وحيده صارت تتخيل اشياء، عم تتخيل عالم ما شخص لحتى عم ترسم عالمها، عم ترسم عالمها مثل ما عم توهم حالها. يعني هي سيونس بيكوثيرابي عاملين لها لامل. ايه ما هي الجاره شوي فيها يعني بريتكست كرمال نفوت
بشيء. وعند الثيرابيست إيه؟ كلا وحدك يعني ما هو بجاوب عليك. هو بنفس النهار بنشوف بنشوف الماضي تبعها، بنشوف احلامها، بنشوف شو بتتخيل. فايه كثير قريب للسيونس بسيكو يعني بتنطي بالوقت كمان يعني. ايه اكيد اكيد يعني بنروح كمان على النهار اللي تجوزت فيه، بنروح على بنشوف كثير مراحل بحياتها اللي اثروا فيها واللي وصلوها لتصير اصلا الثيرابيست شغلته يسمع. صح يعني بنهايه اليوم الجاره عم تسمع. الجاره هي شوي بيسالك سؤال حتى انت ترجع تجاوبه عن حالك. مزبوط. يعني مين اكثر شيء بتشبه فيكم امان؟ فيها اكيد كل واحد منا فيه شقفه من امل اكيد، بس يعني بعدهم هن بالسن صغار. امل عمرها 65 سنه او 60 سنه؟ لا بين ال 45 و 50. 45 و 50 انتم كلكم ببدايه ال 30 يعني. نحن ايه باول ثلاثينات يعني 30 بس 30 اعلى شيء ما حقول مين. رح نقول مين مش عارف. مش 30 انا بس انا هيك صفا 32 34 36 مزبوط. انتم عاطين الاعمار بعدكم صغار عن جد بعدكم صغار. مين 32؟ ما بتعرف 32؟ انا الاحد 32. ثلاثتهم 32. فكرت عمرها 23. ايه فكرت عمرها 23. عن جد بتعطي كثير ولا توقعت 34؟ انا 34 كمان. انت 36 افتكرناك 42. لا ولا فكرت 48. ميشيل ليش عم تعمل لهم استجواب هيك؟ انت 32 انت 32. انا لا بنشوف مع مين بدنا نظهر بعد الحلقه. اه اوكي. Si dulce pura surce de donarme, pobre diable, en un sombre, vulnerable, miserable, en un desordre. هيدا احلى شيء فيهم للترابل. على كل حال ادائكم بالمسرحيه مقنع بشكل انه بحس في وحده حال واحد بيناتكم، مع انه وبحسب انتم تعابيركم وفاء ناعمه، مروه مجنونه بين هلالين، وباتريسيا كلهم، وباتريسيا بين الاثنين. خلينا نشوف كيف وعيت على حالها امل من خلالكم ثلاثتكم بمشهد من زنود الست. بس بما انه هالقد عندكم سينكرونيزاسيون وبدكم ثلاثتكم سوا تطلعوا بالكاميرا هلا تيست حطيناكم ما هيك وثلاثتكم سوا تقولوا بلاير بس. ايه يلا شو بدنا نعمل لسان هلا؟ رح عدلكم انا. يلا اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة بلاير باسم صح. وفاء حلاوي، مروة خليل، وباتريسيا نمور في زنود الست. مسرحية لمروة خليل ووفاء حلاوي، إخراج شادي الزين، ابتداء من 16 أيار في مسرح مونو. الحبكة يعني إذا بدنا نحطها بشكل مقتضب، أمل ست بيت مهضومة، عندها ولدين كبروا وبعدوا عنا، منشوفها بتخبر جارتها اللي مش موجودة قديش هي مبسوطة وفخورة بعائلتها وكيف كل شيء مأمن لها بالبيت مع زوجها. بس مع الوقت رح يسقط القناع عنا ونكتشف قديش هي وحيدة ومحبطة وعايشة على حبوب الأعصاب اللي بطلت تتفيدها. أسبوان وفاء حلاوي، أنت مخرجة وممثلة لبنانية من حوالي 14 سنة، اشتغلت بمجال المسرح والسينما، ومن حوالي السنة التقيتي مع مروة وقررتوا تتعاونوا سوا واخترتوا باتريسيا لتمثل معكم، وبتقولوا أنكم استوحيتوا زنود الست من مسرحيتين، وحدة تليانية ووحدة فرنسية، إضافة للمقابلات اللي أجريتوها مع ناس حقيقيين مرقوا بهالمرحلة العمرية بين 45 وال 50 سنة. بنعرف إنه أمل الشخصية اللي بتلعبوها ثلاثتكم شاطرة كثير بالطبخ وبتحضير الأكل على أنواعه، بس ليش اخترتوا اسم زنود الست بالذات؟ اوكي ليه اخترناه؟ لانه زنود الست اول شيء لانه هي امل عندها عشاء، هيدي هي الفكره انه اليوم عندها عشاء وعم تحضر اكل، وللديسير محضره زنود الست. هيدا اول معنى. ثاني شيء زنود الست يعني زند، هي زند الاساس تبع البيت، هي اللي ماسكه البيت، هي الام وحلوه هي حلوة. ايه ايه وبنفس الوقت
زند القوة تبع المرة، فعم نلعب على الهيك يعني هي البيليه مثل هي وصعب يعني يكون شيف لتقدر تعمليها، مش هين واحد يعمل الأكلة منا هينة أبدا، لأنه هي كثير بدها تقول فخورة بحالها إنه هي كثير شاطرة بالطبخ، هي بس ترجع تكتشف إنه ما لها طعمة هيدا الشيء إنه بتعرف تعمل زنود يحترقوا زنود بس زنودة أكثر من هيك بيحترقوا بيحترقوا زنود الزيت بس بتعرفي قد ما احترقوا طلعت ريحتهم ووصلت لهون وفتحتوا لنا شهيتنا، خلينا نعتبر هيدا الفانوس شبيكي لبيكي يلا ونقول بليز جيب لنا زنود الست. زنود الست معقول يشتغل؟ لا تضغط واو قد ايه بتحبونا؟ امبارح يعني طولي من هون لهون احسن شيء طولي طولي كلها حلوة لا ما تجيب بس بجيب صورة زنود الست اهلا وسهلا غسلوا يعني عن جد شكلهم بجهي وكيف باسم عم بيقول لي كملي منى وانا ريتي عم بتصد يعني وفاء ميرسي طب لحمر لك زبتي يا زبتي اكلتي مروى خليل انت ممثله كاتبه ومخرجه ما تخلصون كلهم معروفه ومشاهدي الام تي في حبوا اطلالتك بمسلسل زفه مؤخرا عشتي 5 سنين بالمغرب واليوم بزنود الست عم بتسلطي الضوء انت ووفاء على حياه الهاوس وايفز او ستات البيوت وبتشرحوا شو ممكن يحصل براس امراه قاعده كل النهار بين 4 حيطان ببيتها مع انك لا انت ولا وفاء زواجين لا صح سعد ما تنسى تمرق لهون صداقة بس خلينا نخلي لهونيك بس هلا قديش هالتجربة اليوم خلتي تخافي من تاخدي خطوة للزواج هلا هو نحكي فيها بالمسرحية شو يا سعد خلصوا ولا بعد؟ أنا ميرسي سعد ميرسي هلا أنا صار معي قصة بيرسونيل مشان هيك إجت الفكرة صارت قصة بيرسونيل لإلي وصرت فكر إنه قديه صعب الواحد يقول إيه للأبد يلا في حبة هيدي هي الفكرة إنه تقول إيه للأبد للموت كان لازم ترتبطي؟ إيه وقلت وهربت هيك بلشت بالهريبة وبعدين صرت فكر إنه كيف الواحد في يقول لا لشخص ولا وتعدي هذا الشيء للأبد بلشت من هون الفكرة قولي لا ولا تقولي نعم قولي إيه هذا فريد هون هيك قولي إيه للأبد إنه صعب كثير التزام التزام إيه؟ أبدي يعني إنه ارتباط يعني من قد ايه هيدا حصل معك الموضوع؟ من شي سنتين من شي سنتين يعني على 32 بصير كمان صعب واحد ينقي ايه اكزاكتومون يعني كل ما يصير عنده نضوج انت حتى محبس ابدا لا انا بدي العكس هي من زمان هيدي كان عمري 18 سنه الفيرست لاف فعملنا تاتو باتريسيا اضافه لزنود الست مشاهدي الام تي في عم بيتابعوك بدور رامونا ضمن ابطال وحراميه اللي عم ينعرض مساء كل اربعاء على هالشاشه قبل ما نحكي عنه خلينا نشوف سوا هالمشهد لك من ابطال وحراميه كتابه انطوانيت عقيقي وتوني عاد بس حتى نقدر نشوفه بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وتقولي بلاير باسم طيب لازم ما عم بحكيكي لا طيب حكي انت ما بكفي رحت لعنده على المكتب انه خلص انه اذا ما بدي يفهم ما يفهم طيب خبريني شو المشكله الاساسيه انت وروجي ما بعرف اذا في مشكله يعني بس انه ما بعرف انا معه هيك بحس انه في شيء غلط كيف يعني غلط بعرف هيك بحس انه كانه هيك في شيء مخبي علي او انه هيك عنده شيء غامض يا رامونا ما سالي ايه لانه سالته كثير رح يجاوب بتعرفي شغلة رامونا؟ انت كثير نيقة كثير باتريسيا رامونا محامية بتحلم كثير وعبالها يكون في حدا بحياتها بس مش عم تزبط معها انت صارك تقريبا سنة ونص مزوجة قبل الزواج عشتي حالة رامونا؟ عشت حالة رامونا ايه ولا يعني بمحلات انا تلقيت اصلا شريك حياتي وصلت لمحل عارف اللي هو مش عصام اللي هو مش عصام ايه لسوء الحظ او يمكن لحسن الحظ موجه له تحيات اكيد عصام
لزوجي زوجي إيفان. إيفان أوكي فوليمتي هيدا فوصلت بمحل وقتها لا كرواتي جالنا لألبانيا سو وصلت لمحل وقتها تأكدت إنه فيني أعيش لوحدي تجوزت لأنه عارفة إنه مش كل ساعات رح تطلع منه مش كل ساعات هي من الزواج ولا من الأولاد إذا صار عنا أولاد إن شاء الله سو مش هيك وقتها أخذت القرار وإلا ما كنت تجوزت صح لا ما حطيت اكسبكتيشنز كثير عشان ابدا ابدا وبعرف انه هو شغل يومي ومش انه السعاده هيك فجاه بتجي بلا ما نشتغل عليها and they lived happily ever after مزبوط ونحن اصلا كان التيم تبع عرسنا يلي هو كان كثير صغير يلي هو سميناه هاند ميد هابينس يعني نحن بدنا نعمل سعادتنا بايدينا عملنا كل شيء بايدينا نصنعها مثل ما قلتي هو دوفار يومي هي مؤسسه بدها تضل ماشي هو احترام الليميتات تبع بعضنا احترام الخصوصيه تا نقدر عن جد نكبر سوا مع بعضنا صح صح خلينا نقول انه اللي تمنيتيه شوي بايفان لقيتيه يعني اكيد اوكي مشان ايفان بعت له منيو وفاء ومروه بنعرف انكم مش حابين كثير تفضحوا من المسرحيه بس رح تغنوا لنا شيء وتقولوا لنا مقطع صغير رح نعمل اكسبسيون اوكي نعمل شو بنبلش بالمقطع ساعد ما تصلحنا هلا تجهيزات لان احنا ما بنغني هلا ما بغنوا عندهم سديات يعني امل 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 هاوس وايف يعني امل هاوس وايف بغنوا ما تستحوا اكيد يلا بنغني ناوي قلنا يلا ليلي شو حلوه الليله بدي كلهم يجنوا بالسفرة ليلي جيجو فتوش وحبشة رقات وكبة وسمكة كبيرة مشوية يا الله عالغبرة شو بتاخد مني وقت نظيف بس معلي شو سهلة مع الهوفر اللي جابلي جوزي حبي الهوفو أنا بقول الوقت موسيقى مشهورة وعاملين عليها الأغاني مثل هون زوك ماشين في عنا فيلم كمان عم نغنيها على الريسيت تبعت زنود الست طب بليز بس هي سربريز للمسرحية هي سربريز تركي لنا شغلة معلش زنود الست I'm gonna live forever أنا أمل ست البيت ما لازم انت عم زيد زنود وقفت برافو بركي بس عم تصور يلا ليش لا ليش لا معقولة شو صايبين الكليشيه تبع السفرة ايه صايبين الكليشيه تبع السفرة عرفتي كيف والسمكة والرقاقات بعدين صوتهم ثلاثتهم حلو مع بعض يعني تحسيهم عن جد لا لا عن جد والله لا 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 عن جد عم تسمعوا من ثلاثة مع بعض كثلاثة يمكن كل حدا يغني لحاله يمكن ممكن شوية بس الثلاثه مع بعض طالعين حلوين يعني هيك حلوين. مثل الارموني بيناتهم عن جد في انسجام بالنهايه بدي ادعي الكل يستمتعوا بقصه مشهديه وموسيقى زنود الست معكم ومع جوني جبور ريان ابي فرج ونعيم رزق اللي هن ببينوا من المسرحيه بس ادوارهم صغيره يمكن دور الابن والاب والعشيق يمكن واحد منهم هالمسرحية مستمرة على مسرح مونو لأول حزيران المقبل كل خميس وجمعة وسبت وأحد 8:30 8:30 والحجز بمكتبي أنطوان أنطوان بدي أقول إنه البوستر هون كل وحدة هون أنت يا باتريسيا مزبوط. بالبوستر وأخذي ووفا وأنا هون كمان كل وحدة أنا مع الكوسة ووفا مع الطنجرة بس كلكم هالقد سيريوز لأنه هون باتريسيا كثير سيريوز وعاطي النعمة استحقاقها يعني إيه وهيك بالع على الغضب تبعها وفي حزن بعيونها يعني كل حدا أخذ كوتيشن في كبت هون مزبوط بنشوف كبت بينما بالبروشور بنشوفكم قربتكم سوا إذا بالطيب يعني بنشوفكم ثلاثتكم سوا مزبوط بعتقد اللي بده يشوف مسرحيه بتكسر شوي الكليشيهات بترجع بتدفعنا انه لاعاده التفكير بحياتنا وبمسير حياتنا في كثير نساء لازم يروح يحضر ازواجهم ويروحوا يحضروا يعني غصب عنه طاعه ويستفيدوا من تجربه امل صح اكيد اللي هي هن اختصروها من تجربه جميع النساء يعني ما جابوها من عندهم
لك قلب تفيل وحدك هالثلاث ستات اللي كلهم امل كوريات حلوه انا قصدي قديم بضطر اترك الحلقه عندك ارتباط بس انا بتمنى لكم التوفيق ميرسي بتمنى حضورك كمان يعني وعلى امل وعلى امل انه تشوفوا وعلى امل انه تشوفهم بالمنتج راح تاخذ معك البروشور صوره مين نقيت صورتهم ثلاثه اخذت ثلاثه يعني فات اخذت ثلاثه اوكي ثلاثتهم معك وناطرينك بالمسرحيه اذا الله راد شكرا للعائله ودائما بنستفيد من وجودك معنا ثانك يو يلا شكرا باي باي وهلا حديث البلد مع نورهان بحديث البلد يعني كان عم بيحكي يحكي يحكي بس شايف شو صار فيه ليك بطل يحكي ولا كلمة كثير معذب لحظة هلا انتم شايفين انا شامي ريحتي كثير حلوة ميرسي نورهان اهلا وسهلا فيك بحديث البلد انت فنانة لبنانية معروفة من حوالي 12 سنة تميزتي بدمج اغاني الترانس ميوزك مع العربي قبل ما تتوجهي للاغاني الشعبية وانت ضيفتنا الليلة بعد اصدارك كليب سلاسل فضة من الفولكلور المصري القديم نورهان قديش أظهرك هالكليب بصورة الفرحة والمليئة بالحياة اللي بتحبي تطلي فيها؟ أول شيء بقول بونسوار للكل وأنا مبسوطة لأني معكم عن جد أنت قديش حلوة على الطبيعة أكثر من التي في ميرسي نورهان هذا من ذوقك ميرسي أكيد أنا كل كليباتك يعني فيهم فرح من أول ما بلشت حبيبي عيني لكل الكليبات اللي عملتها فيهم فرح بس أكثر غنية عبرت عن شخصيتي المضبوطة اللي أنا بحب الحياة فيها هي سلاسل فضة من وين استوحيتيها؟ من فيلم؟ من حدا ذكرك فيها؟ سمعتيها قبل؟ سلاسل فضة كان يغني أكيد الفنان الكبير جورج وسوف وأنا كنت انطلب مني بحفلاتي فلأنه كثير بحبوها العالم بيطلبوها بالحفلات قررت أني جددها يعني ان شاء الله بيكون وجه خير نورهان قبل ما نكفي معك خلينا نشوف سوا هالمشاهد من سلاسل الفضه بس حتى نقدر نشوفها بدي اطلب منك تطلعي بكاميرتك وتقولي بلاير باسو بلاير باسو ما إلو غنى عني هيدا الاسمر جنني ما إلو غنى عني هيدا الاسمر جنني طلعت لك بالكليب والغنية يعني هيك كثير بتحمس وقديمة وأبو وديع غناها بالزمانات فينا نسمع منك لايف هلا لأنه ميشيل ونحن عم نحضر البلاير بلش يدربك على بس ميشيل غناها كثير حلو سلاسل الفضة بتعرفها سعاد الغنية؟ يعني شوي شوي يلا هلا نورهان بتذكرك فيها مرة يلا طير وحمحم يا حما على اللي قاعدين قدام حي الراجل والمدام وعلشان عيونكم سلامات وسلاسل فضة سلامات علشان عيونكم سلامات هاي أمل أمل بلشت تغني معي ميرنا صبحي
انت مواليد بيروت والاصل من الجنوب، صح. بدات باصدار الاغنيات بعمر 16 سنه بالتزامن مع دروس الفوكاليز والبيانو. سنه 2002 انطلقتي عربيا باغنيه حبيبي عيني، واليوم في برصيدك البومين وحوالي ال 15 كليب. ميرنا، كيف صرتي نورهان وشو علاقه الفنان وليد توفيق بهالشيء؟ هلا اول شيء انا نسيت اسمي الحقيقي، صار اسمي نورهان، حتى اهلي بيعيطوا لي نورهان. مش مشكلة، بس شو علاقتك بوليد توفيق؟ هلا اقول لك شو علاقتي، انا بحبه كثير اول شيء. تحية كثير كثير كبيرة للفنان والصديق الوفي وليد توفيق. ولأبو وديع كمان تحية كثير كبيرة. اسم بنته نورهان كانت خلقانة يمكن جديد، وسمعت انه عم بيقولوا بنته لوليد توفيق اسمها نورهان، انا كنت عم فتش على اسم فني، كثير حبيت الاسم وحسيته كثير اوريجينال فاخذته. يعني هيدا من هون استوحيت الاسم. نورهان، البعض اخذ عليك انك تقصدت تصيري بلبله بعناوين اغاني بتحمل ايحاءات مختلفه، شو جوابك على هالشيء؟ يعني انا دائما بقول انه كل واحد حسب نيته بيفهم القصص، هي غنيه وحده كان اسمها شكله كيف. وطبعا حابه تعرفي كيف؟ عم بمزح بس شو هو؟ ثبت انه كل انسان على نيته، كل انسان على نيته. شكله كيف اخذت كثير بلبله، مع انه كثير نجحت الغنيه واكيد كاتبها الشاعر الكبير توني ابي كرم والملحن طارق ابو جوده. نعم. وقتها ضجت كثير، فكل حدا صار يحكي عنها ويعمل بلبله، بس انا ما كانت مقصوده من قبل، يعني انا لقيت غنيه حلوه اخذتها بس. طب خلينا نسمعها سوا. بكل براءة، ايه نورهان؟ ايه بكل براءة. طيب وقتها كل العالم من وقتها ايه؟ مش كل العالم نيتهم هلا اكيد شكله كيف. بتقولي انك سنة 2010 وبكليب بيروت نيفر سليبس لبستي فستان رجعت لبسته هو ذاته بيونسي بعد 3 سنين، بدي صحيح. اطلب هي الفستان عم نشوفه على البلازما، فينا نقول يعني انك سابقه الاجانب بالموضه من هالناحيه؟ بعتقد مش هيك صار الموضوع، بعتقد انه مثل ما نحن بنطلع على هن شو لابسين على صورهم على كليباتهم، هن كمان بيشوفوا نحن شو بنعمل. هيدا الفستان لبسته بخدني او بيروت نيفر سليبس، رجعنا بعد 3 سنين شفنا صوره لبيونسي على الانترنت مثله، فكتير انا حبيت الموضوع اكيد انبسطت فيه اكيد. نورهان، على سيره الموضه، من سنتين تعرفتي على الاعلامي اللبناني عدنان ديراني اللي موجود معنا بالكواليس، وما بعرف اذا فينا نجيب له ميكرو بلا دور حتى نقدر نحكي معه لعدنان. تعرفتي على عدنان عند مصممة الأزياء اللي بتتعاوني معه، ومع أنك أنت ضد فكرة الارتباط زوجته مدني بعد 10 أيام بس، يعني قلت يا صبايا بس يجي النصيب يجي النصيب هيك ما حدا بيعرف، بس بعد ما شفناه لعدنان عندنا هون على الإكرام. شب حلو شب حلو، خليها تعرف شكله كيف. شب كثير عن جد شب حلو عدنان، كيف غير لك عدنان رأيك بهالسرعة؟ يعني حبينا بعض كثير بسرعه وتجوزنا بعد ب10 ايام مدني لانه كل واحد من دين، وبس الحمد لله صار لنا 2 سنين مع بعض وفي غرام كثير قوي بعده مكفى الغرام. طيب عدنان بس قرب الميكرو لنشوف شكله كيف. شو اللي صار؟ يعني انت كنت شايفها من قبل معشوق فيها، في حسيت شيء تجاهها ولا لا عادي يعني ثاقبت صدقي وبعدين حسيت بتاع. أكيد حسيت، بس هلا واحد بده يتقل شوي. تقل حاله شوي قبل 100%. طيب وبعدين كيف عبرت لها عن حبك؟ كيف قنعتها بعشرة أيام يعني إنه تقول نعم للأبد؟ يعني هيدي النعم الأبدية اللي كانت مروة عم بتقول قبل إنه صعبة كثير يعني التزام. يعني بصراحة أنا عبرت لها بطلب إيدها للزواج، فهيدي كانت اكبر دليل انه انا قدي بحبها، والحمد لله انه كمان حبيتها اكثر بزياده لما من بعد ما تجوزنا. اليوم صار لكم سنتين. انت عندك عدنان لقب جمالي صح، مستر انتركونتيننتال 2008، وكانت مقدم برامج بمحطه تركيه
التركية بس انت احلى من مهند. او بدي اقول لك شغله انه ميشيل لانه مثاقبه ما بيغار ابدا ما عاد طلع ولا كلمه من تمك هلا ميشيل ليه ما طلع صوتك يعني بعد؟ خلص 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 قهر قهر كيف اليوم عم تقدروا تحافظوا على هالغرام؟ يعني سؤال لاثنيناتكم، يعني اليوم سنتين بيقولوا شهر العسل، اول سنه صعبه، يعني كيف عم تتخطوا الصعوبات اللي اي زوجين معقول يقطعوا فيهم؟ خلص صرنا نحن واحد، يعني مثل ما بعرف يعني بالليل واحد بس بالنهار بالليل وبالنهار بالليل يعني ما عندنا مشاكل كتر خير الله، يمكن مشاكلنا كثير صغيره صغيره بس ما بعرف. اول شيء كان في مشاكل انا كنت غار عليه كثير، هو كان غار علي كثير، بس بعدين مش الحال. اليوم كيف مين بغار على الثاني اكثر؟ هي بتغار علي اكثر بصراحه صراحه بصراحه هي بتغار كثير كثير. الصبايا عم بيطمنوها انه ما عندهم نيه ابدا ابدا. لا لا مش حلو مش حلو اصلا هيك شعر. لا لا بالعكس ما رح اصدق ما رح اصدق فاتريسه ما تجربي. الله يوفقكم عدنان، ان شاء الله بتضلكم على طول سوا وتضل المحبه جمعتكم. ومن نورهان لك هالغنيه. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسحر عيني بنهاري وليلي تتمنين نورهان تحصلي عليه. بس بعد ما خلصنا معك لانه في انترفيو اسئله سريعه خاصه لك. اوكي نورهان وانترفيو اكثر شيء. نورهان اكثر مغنيه من جيلك بتحبيها؟ صباح يخرب بوقك عن جد ما عم يبي عن جد ما عم يبي. انا متحضرت له قبل ما اجي مشكل. ايه صباح صباح اجنبيه ولا عربيه؟ لا لبنانيه لبنانيه. هيفا وهبه. هيفا اكثر غنيه لبنانيه حبيتيها السنه؟ غنية للفنان ناجي القسطى بتحكي عن الأديان والتعايش مع بعض بلبنان. على كل حال يعني دايما اختياراته عم تكون موفقة. صحيح. أكثر مرة انحرجتي بحياتك؟ أكثر مرة انحرجت بحياتي وقتها شي حدا، يعني ما بعرف موقف معين بس في كثير فانز أو ناس بيطلبوا مني أشياء أوقات ما بقدر أعملها فبنحرج منهم. أنا مثل شو صور؟ الصور مثلا اوقات تكون رايحه على سوبر ماركت مش حاطه ميك اب بيطلبوا مني صور او يعني هيك قصص. هيدي يعني قصص بسيطه قصص صغيره بس ما في شيء كبير. اكثر شخص بتحبيه بالحياه؟ جوزي عدنان. اكثر بلد بتحبي تزوريه؟ اكثر بلد بحب زوره دبي اللي انا عايشه فيه. دبي محل اقامتك؟ عن جد حلوه كثير دبي، مش البانيا مثل ما دليت. لا يعني دبي احلى، دبي حلوه كثير، البان بيجوا على دبي. اكثر كلمه بتحب تسمعيها؟ بحبك. حلوه، ان شاء الله دائما بتضلك تسمعيها يا رب. ميرسي. يعني حكينا هلا مع نورهان وعدنان عن الحب والغرام وهيك، وقال بتحب تسمع كلمة بحبك أكثر شيء، بدنا نسمع شيء هيك يفتح النفس على الحب منك. شو كنت عم غني أنا وميشيل هلا شيء تحت الهواء؟ تحت الهواء بلشتي بوسني في عيني. يا إيه غنيها سوا؟ إيه يا لأنه كان عم ببوسه هو على عينه تقريبا. لا ميشيل لمشتيهم بعد اللي عملته لأنه كمان قلبت لأن أنا بلشت بوسني فعيني دي البوسه ما في كمل هيك انا. هيدا بعد الستريبتيز اللي عمله، هيدا بعد الستريبتيز اللي عمله سعد، ما بعرف شو صار بميشيل اصلا. غير غير نظرته بخزي، غير جسمه بخزي. مغنيه؟ خزقنا يا سعد.
بلاش تبوسني فانا يد البوسة في العين تفرق الله يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلمه يتحقق خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل وبلاش تبوسني فانا الله 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 يعني كيف واحد بده يسمع هالصوت تبوس وما يضل عنده أمل ونحن عنا ثلاثة أمل شفتي؟ وهلا حديث البلد مع أصالة نصري شو هيدا مش جاي سمعتك حبيبي لا وحياة بابا مني خايفاني اجيت وراسي مرفوع بس بأماني ما شاء الله عليكم الأمن اللي بتقولوا عليه سيكوريتي على الباب كتير كبير يعني الواحد بحس حاله فايت على سجن مزي لحظة شوي لا سمح الله اي والله هذا علون فستانك كتير حلو كتير طيبين هول برازق من الشام خدي قولي انت حلوه يعطيك من لك وفيكي نمور وانت عيلتك كمان حلاوي بتجننوا حلاوي حلاوي هون حلاوي هون حلاوي يعني بتشبهوا بعض اعذروني شرفتوا مع بعض يلا خذ انت هاي حبيبي تاخذ لا بعطيك الحمراء ليه الحمراء هيدي عن الحب حبيبي اوكي ميرسي وانا وانت هيدي كمان علامه الغيري وكمان لضيف الشباب لا يا عمي بدنا نبلش الله يخليكي بدنا نبلش إذا ما ضيفنا بيقولوا بحلا وإذا ضيفنا بيقولوا عمالي نضيع وقت رح أترك الصينية هوني لا تعطي حبيبتي رح أتركها هوني نحن قاعدين ثلاث ساعات ما ورانا إشي ثلاث ساعات لا تكون ناوي توترني حبيبي مالي مرق غلاستك ماشي يعني اللي بيجوع بيت بيته كلو اوكي تسلمي ست يعني يعني انا اذا ما بسترسل ما بكون مرتاحه بدكم يعني مو كون مرتاحه تفضلي يا نحن كلنا بنحبك وبدنا اياكي تكوني مرتاحه يعني اذا انا هلا بدي اكون مرتاحه يعني اكثر من ثلاث ساعات بطمنكم اهلا وسهلا شو حلو هيدا شو بتقولوا عليه هذه الماكينه هيدا سامبلر بنحط عليها سامبلر. كل الاغاني كل هالاغاني لالي مو كلهم لأصالة الله شو حلو أنا ما عندي هيك ببرنامجي أنت ببرنامجك حلو كلاس يعني الواحد بحس حاله معزز مكرم مو مثل برنامجي يعني أنا مضطرة أني أكبس أكنس وأعمل غبرة وإجلي وإحشي المحاشي لأصديق زبايني بس هيدا فنانين هيدا ست أصالة كله علامة الكرم والضيافة والأخلاق اللي أنت عندك إياها الحلوة الله شو حلو يعني إذا إيه كلك فهمك كفاية للزيت يعني أنا حسيت والله حسيت يعني كتر خيرك حسيت مني لحالي يعني هيك بحس حالي اكثر ببرنامجي ايه حسيت فينا نبتدي الحلقه أصلاً. ايه يعني فيني دوس على الدراير فيني دوس تفضل خذي راحتك فينا نبلش الحلقه يعني لكان بنبلش حلقتنا مع الفنان الجميل الجذابي الزميلي منى والجميل والجذاب كمان انت كمان اللي ما بتشوف بنظاراتك الستايلش اللي بتقولوا عليها الكلمه الا الصبايا الحلوه اما الضيوف البقايا ما بعرف مين عزمهم لعندي على البرنامج اصلا ما رح اترككم مجال تحكوا بس انت سعد كنت ببرنامجي من كم حلقه ولا كانت حلقه بتجنن بلا كانت كثير حلقه بالحلقه صح. اكيد وانت اصلا مضيفه يعني شخص بيليق عن جد انا مو رح ملاقيها حلو ملاقيها كثير حلو يعني حكيت شوي زياده انا مو اوكي ببرنامجي كلي برازي على كلين وين كنا ناكل برازي لكن كبسه بهالزرار فينا نكبس الله ليكون في شيء اغنيه لعميادة ها لا 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 بهيدا السامبلر ما كله اصاله في ضرب ماشي لكن رح سمعكم شيء حلو واترككم بصوتي مو بس سعد يعني اطربكم الله على صوتك الله ميرسي رح اطربكم انا كمان يلا بنبلش كثير حلو هذا الشيء ليه الغروب والكبرياء ليه الغروب لا لا تباهى بالذكاء ليه الغروب
الله كثير حلو. كمان انت شو بتقولي؟ بلاير طرقتي كمان قلتها و كمان بعد في دور باسم هلا بطل كمان بدي اعيش كل شغله ببرنامجك، في المرايه انت كمان بتستعمليها لتحت الميك اب تحت الميك اب في المرايه ايه تحت الميك اب الله يعني انا كان عندي من زمان الحشريه اني اجي على برنامجك وجرب الله شو حلو يا اصوله الله ايه مينيموم يعني هون بنقول ثلاثه هون 5 و15 اي لازم تكون حلوه وظابطه الله شو هو عمليات في عمليه وحده بس ظابطه حبيبي خليني اقول لك شغلي مو كل شيء بالدنيا كامل يعني في ناس معك وفي ناس ضدك في ناس بتحبك وفي ناس مو كلها بتحبك حتى في ناس مع الثوره وفي ناس ضد الثوره حتى انا بغني للرئيس وام احيانا بغني ضد الرئيس يعني ما هي كلها فوضى بفوضى يعني كله فيك تقول كله بحط محاشي لبعضهم اها بيبي انا لازم احشي ما اوكي اها اي ما كله بيحشي ايه اتاري من هيك انقطعوا المحاشي بالاسواق اي خلوني اقول انا احشي قبل ما يحترقوا الرزات انا بفضل تمشي مش تحكي ست أصالة نصري بدنا نقول انه وين ما بتنوجدي بتشرفي وانه كل ضيوفك بالبرنامج مكرمين مشان هيك انت مكرمه عنا وانه كلنا بنحترمك لانك صاحبه مبدا وصاحبه موقف ومش كل يوم بيواجه وانت فنانه كبيره عربيه بنشوف حالنا فيكي شكرا خجلتيني عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايله باتريسيا ووفاء او امل انبسطنا بوجودك كثير وكلياتنا رح نروح نحضرك عن قريب ويعطيك العافيه لانه الليله كان افتتاح مسرحيتك بعد شوي رح تروحوا تفتتحي ميرسي كثير لانك معنا وان شاء الله بنلتقيك باعمال جاي حبيت انه عم تحكي على كل واحد ثانك يو باي حديث البلد مع أسعد زبيان مساء الخير أسعد زبيان وأهلا وسهلا فيك بحديث البلد أسعد زبيان أنت كاتب لبناني صحافي مدون وخبير بالإعلام الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وأنت ناشط بالمجتمع المدني وصاحب المدونة الشهيرة خربشات بيروتية اللي ترشحت لجائزة أفضل مدونة بال2010 عبر صحيفة دوتشي فالي الألمانية المعروفة وأنت ضيفنا الليلة لنحكي عن ديوانك الثالث اللهو أكبر اللي وقعته بمعرض الكتاب الدولي بالبيال أسعد بين عنوان الكتاب في لعب واضح على الكلام وعلى عبارة الله أكبر لأنه هون هي اللهو أكبر ما خفت من الحساسية اللي ممكن يثيرها هيك عنوان وشو قصدت من خلاله هلا أول شيء أنا مستغربه أنه كل هاي المقدمة أنا وأينشتاين بس أينشتاين يعني في إشياء كتير عملت أينشتاين وفي إشياء كتير اليوم عملتك وأنت بمقتبل العمر يعني الكتاب هو اسمه اللهو أكبر لأنه في كتير ناس بالعالم العربي ظهروا وبلشوا يتظاهروا كانوا كل الوقت عم يحاولوا يحرروا بلدهم يحرروا السلطة يحرروا الأنظمة وكانوا دايماً عم يهتفوا شعار كلنا سمعناه الله أكبر الله أكبر يلي هي قوة تكلوا عليها ليتخلصوا من الأنظمة بس أنا بالنسبة إلي في أهم شيء الناس ما عم بيفكروا يحرروا اللي هو حالهم وهيدا الشيء اللي كتير صعب وحتى الدين بيقول إنه جهاد الأكبر هو جهاد النفس
فأنا من هون اخترت كلمة الله أكبر. خلينا نلهي شوي بالحياة، نلهي بالتقليد وبالموروثات بالأشياء اللي حطوها علينا كل العمر، بلكي عن جد منحرر حالنا، لأنه الإنسان أغلى من أي أرض. من وحي دعوتك للحرية، للحرية الحقيقية، خلينا نسمع هالأغنية لفيروز. غيروا أسميكم إذا فيكم لون عيونكم إذا فيكم غيروا أسميكم إذا فيكم لون عيونكم إذا فيكم خبوا حريتكم بجيابكم وهربوا هربوا عالضوء عالبيت عالشمس عالبرد. نبدأ التغيير من الداخل مثل ما عم بتقول. الكتاب قدامنا اليوم، اتمعنت بالصورة الغلاف، شفت فيها نساء هيك شعر، شفت فيها مدينة، شفت فيها طريق. فيه الله أكبر، من أين متى، ديوان جديد لا أسعد دبيان، صادر بطبعته الأولى 2014 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وموجود اليوم بالمكتبة. أسعد المضمون الله أكبر مجموعة قصائد حول المكان والإنسان والزمان، بيقدم فيها الكاتب أنت ثورة على موروثات الأيديولوجيا، الهوية، أصنام المال والدين والقبيلة والجسد، بلغة شعرية متفلتة من كل القيود ومشبعة بالصور الجمالية. أسعد، ما بتعترف بهالديوان الشعري الفلسفي بأي حدود، سواء لغوية أو فكرية أو حتى جغرافية، وبتتفلت من كل الانتماءات الشخصية لتقدم 18 قصيدة كتبتها بأزمنة وبعواصم عربية وأجنبية مختلفة، واللافت فيه أنك ما بتخشى إثارة الصدمة سواء بالمضمون أو بالمصطلحات اللي ممكن تحمل معاني جنسية مباشرة، مثل بقصائد بيروت الأنثى، دعيني أنجب منك، مضاجعة وغيرها. فينا نسمع منك لقصيدة بيروت؟ بقدر مرق لك الكتاب لأنه رائعة جدا، كل كتاب رائع بس بيروت هيك مميزة. Thank you. شوي عن غيرها. بيروت الأنثى. بيروت تدلك ظهر حبيبها، تستخدم كريما مرطبا برائحة المقاهي، أبوها نائم في الغرفة المجاورة. بيروت تخلع عنها الملابس بيتا بيتا، أبوها مستلق في الغرفة المجاورة. بيروت جميلة كأنثى، من دون تضاريس ظاهرة، من دون شوارع، بمرتفعات مختبئة تحت جدران البيوت. بيروت أحلى بأمل تفاصيلها، بالولد الشقي في الحمراء كشامة على ظهرها، بالتفاح يبيعونه في دكاكين هضابها، بأبيها الغافي في الغرفة المجاورة. بيروت تصغر في يدي من تسلمه قلبها، تصير غرفة منزل في شارع مليء بالفنادق. بيروت تكبر فوق رأس سيدها، بلاد بمطار واحد، ووحدك تملك التأشيرة وتذكرة السفر. بيروت انسجام من النظرة الأولى، حب من الموعد الأول. بيروت متقلبة، هي فوقك تبهرك بأثار الولادة، هي تحتك ترفعك لمرتبة الألوهة، وأبوها قرير العينين في الغرفة المجاورة. حلو. بيروت تحب الأزياء المثيرة، يغصبها أهلها بزي لا يليق. بيروت تنتقم، تطارح رجالها الغرام، وأبوها ما زال على ظهره في السرير مطمئنة. بيروت يغصبونها بالأسود لعودة المنتظر، يزنروها بوشاح كربلائي، يلفونها من الداخل بجربن وضعف وسنة وسنن وتقاليد. وبيروت لا تنتمي لزمن، لا تنتمي لوطن، بيروت هي البشرية، وأبوها شرقي لا يفيق إلا للصلاة. حلو 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 حرة وجميلة، وقديش نحن منحملها يعني لبيروت. تعبير رجل مقهور عن جد، طالعة من القلب. مرسي. شيء حلو كتير.
أسعد دبيان، عمرك 26 سنة وأنت من مزرعة الشوف، وبتهدي كتابك لوالدك ووالدتك المتوفيين ولخياتك الاثنين الله يخلي لك إياهم. واليوم عم بتشارك بتنظيم أمسيات شهر ياد اللي بتقدم قراءات شعرية بمرافقة الرسم والنحت والموسيقى، وأطلقت مؤخراً الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الدراسات الإعلامي Lab Media Monitor اللي بترصد فيه الأخطاء المهنية اللي بتقوم فيها مختلف وسائل الإعلام بتغطيتها للمواضيع السياسية والاجتماعية المختلفة. صحيح. مرة صار في تعدي تجاهك، ما بتحب تذكر الوسيلة الإعلامية، وحبيت أنك تعبر عنه بوسيلة إعلامية ورفضت، واتصلت بالمسؤول عنها والرفض، هالشي لأسباب سياسية؟ اللي صار كنا نحن شباب وصبايا كلنا بنتذكر إسقاط النظام الطائفي، شاركنا فيه كلنا بلبنان. أنا كنت أكتب مع وسيلة إعلامية معينة، اللي صار أنه إجا أحد النواب شارك بالمظاهرة وكان معه كوكب من الإعلاميين، وهن تعرضوا بالضرب للناس الموجودة على الأرض، وطلعوا تاني نهار صاروا يلوموا المتظاهرين بدل ما يكونوا معهم كرمال نوصل لبلد عليه قدروا قيمة. فالبيصير وقتها أنه أنا رحت على نائبة الصحافة وعملت مؤتمر صحفي وعرضت بالفيديو كيف أنه الإعلاميين كانوا عم يضربوا بكاميراتهم الناس. هيدا الشيء ما ناسب الوسيلة إعلاميين مأجورين عم يضربوا المطالبين بإسقاط النظام الطائفي بكاميراتهم. صحيح. وموجود الفيديو على يوتيوب أي حدا فيه يشوفه. فبوقتها الوسيلة الإعلامية اللي أنا كنت مستكتب عندها قررت أنه ما بقى تنشر لي أبدا، لأنه هيدا النايب السياسي هني من خطهم السياسي. فهيدي إحدى التجارب الشخصية، وبعتقد عن الحرية الإعلامية يعني عندهم مشاكل مثلها بالبلد بلبنان. بس انه كل شيء بلبنان مسيس، يعني ما في ما خلوا لك باب، يعني عرفتي كيف؟ يعني بدنا بس تركوا لنا هالجسد الاعلامي، بس يعني شغله وحده مش طيب. عن جد غريب. شو بيجي على بالك تغني هلا هيك على الفوريه؟ شو بيجي على بالي غني؟ غني للشعب اللبناني اكيد، مش غني اكيد. قول يا قمر مشغره يا بدر وادي التيم، فخر الدين يا جبهة العالي قوم يا زرا بالغيم، قولوا إن شاء الله القمر يبقى مضوي وقمر، وليطالع عزو حدا وليصيب وجهه ضيق، خبطة آدم كن عالأرض هالدارة، انتو الأحبة والكون الصدارة، خبطة آدم كن عالأرض مسموعة، خطوة العز وجبهة المرفوعة، يا حلوة اللي عالحالة عم توعى، عنقك العقد وإيديك الأسوار، خبطة آدم كن عالأرض هالدارة هالدارة هالدارة. هاي 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 حتى بعد دبكة تعمل فيها ستراك بالآخر، تعمل فيها ستراك ستراك يا رب ستراك. أسعد عن عمر 26 سنة وكل الإنجازات، متوقع لك مستقبل كبير وإن شاء الله مستقبلك بإصدارات قادمة. بس بعد ما خلصنا معك، لأنه عنا سلسلة أسئلة سريعة، أسعد زبيان وإنترفيو المستقبل. بتخاف من المستقبل؟ لا ابدا، حسب اذا امل او مستقبل لبنان ايه بخوف. بس مستقبل ككل لا ابدا. لو فيك تعرف المستقبل بكل تفاصيله كنت بتحب تعرفه؟ لا. شو الاهم، الماضي الحاضر او المستقبل؟ حاضر. المستقبل بالنسبه لك مشرق او مظلم؟ مشرق دائما، نحن بنرسمه. هيدا هون بضل الامل. انت مع تيار المستقبل؟ حلو كثير. شيء بتتمنى يتحقق بالمستقبل؟ بدي منك شيء بتتمنى يتحقق. لبلدي السلام، لحالي الفرح، لجيلك، لجيلي ظروف احسن من اجيال ابائهم واجدادهم. لجيلك.
حديث البلد مع عماد فغالي. مساء الخير عماد فغالي، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. اهلا فيك. خربة يا عماد، انت خربة هالفترة. عماد فغالي، انت ممثل لبناني معروف، صوت وصورة، من اكثر من 10 سنين تميزت فيها بادوار الشاب الطيب والادمي، هيك بنعرفك عادة. بالمبدا ايه، شو اللي غيرك يا عماد؟ بس هالشيء قبل ما تخرب الحي وحياة زوجتك كارول جوال داغر بمسلسل اخترب الحي اللي عم ينعرض يوميا على شاشة الام تي في. عماد فادي بهالمسلسل بحب كارول بس بنفس الوقت بخونها وبيكون قاسي معه، يعني شو هال يعني شو هالجوالتي اذا بدنا نحكي؟ اول شيء مساء الخير لك ست منى، اهلا وسهلا فيك للضيوف والجمهور واكيد للمشاهدين. فادي بالنسبة لي بيمثل رجال شرقي مستبد إذا بدك، يعني هو بده كل شيء وما بده يدفع ثمن شيء، بحبها أكيد، بس إنه إذا صار في يعني إذا بدك كلاش بمطرح معين وظهر عليها هو، منه إنه فادي مش ظهير، يعني حتى بنشوفه بالمسلسل هو مش يعني منه بصاحب كثير، هي مرة مش نسوانجة، هي مرة صارت، بس هو مرح شوي بكاركتيره وعنده يعني شوية تعنيف معنوي تجاهها، يعني شوية كلها من حقوقها، بس بار هيك هو حدا منيح، عنده منيح، فيه طيبة يعني بقلبه، فيه طيبة، بس ليه واحد بحب وحدة بيظهر مع وحدة تانية؟ لأنه شرقي بيسمح لحال بهالشيء كدور. أنا زلمة ما بيعملها مشان أبدا، ما بظهر فوت اكثر يعني. اوكي، بضيع وقت بالظهر يعني دغري. لا هو اذا بنشوف شغله انه هيدي طبيعه بشريه، هن صار لهم 6 سنين مزوجين وما عندهم اولاد، وهي بتشتغل دوام طويل، فهو بهذا الوقت اللي عنده كثير فيه فراغ بالنهار بده يعبي، فاتت على الخط هي البنت اللي ظهر معها، واللي صار انه هو مش ما كان جاهز ليعمل علاقه، بس هي طحشت عليه. طب انه اذا حدا انطحش عليك بتقول لا؟ انا اكيد ما حلو تكسفها، انا اكيد يعني. لا مش حلو واحد يكسفها، ما هيك نورهان اكيد بيقول لا، مش هيقول اكيد لا. نورهان عم بقول لك اكيد لازم تقول لا، لازم يقول لا، بس هيدي نظريا، فعليا لا مش هيك بتصير. فعليا شو بدك بالفعل؟ مش نظريا لا، في كثير رجال ما بيخونوا. اي اكيد، ما عم نقول كل الرجال بيخونوا، بس انا عم بقول انه ثابت هو يعني، وعم نشوف وعم نشهدها وايش القصص من الواقع يعني مش من الخيال، مع انه عايشه قصه حب كثير كبيره، وهذا الشيء بيحكوا عنه دائما وبيذكروه انه عايشوا قصة الحب، بس قصة الحب يمكن الغرام اللي كانوا عايشينه بدل ما ينتقل لحب انطفت شعلته بمطرح معين، بس هو بعده بحبها وبيغار عليها، بس مثل ما قلت لك بده كل شيء وبحلل وبحرم على ذوقه يعني، لأنه شرقي بقلك من اليوم بتقول انه الناس يا كثير حابينك يا كثير كارهينك بهالدور، كيف بتفسر هالشيء؟ انا بعتقد انه هو اسقاط شخصي على كل انسان كيف عايش حياته قبل وماضيه ومجتمعه، يمكن بمجتمع معين ما بيقبلوا اللي انا عم بعمله بالمسلسل، بمجتمع ثاني بيقبلوه، هي اسقاط شخصي، انه كل واحد لما بيحضره بيشوف هو يا بيلاقي ذاته او ما بيلاقي ذاته. يعني في شباب بيقولوا عادي، طب ما نحن بنعمل هيك مثلا. وفي عالم يعني العالم كرهانيني بالاجمال كلهم، بس حتى اللي كرهاني بيقول لي عم تلعب الدور حلو. هذا يعني بالنسبه لي شيء كثير مهم. في ناس بيقولوا لك بدنا نتصور معك مع انه ما بنحبك. اكزاكتلي. لا بيتصوروا معي. ايه بدنا نتصور. عم بيتصوروا معي بيقولوا لي ما بنحبك. انا طب خي ما تصور معي اذا ما بنحبك، يعني ما بحبوا الشخصيه، ما بحبوا فادي، ما بحبوا شو عم يعمل فادي، مش ما دخل عماد يعني. ايه اكيد. عماد فغالي، خلينا نشوف اذا جمهور حديث البلد رح يحبك او يكرهك من بعد ما يحضر هالمشهد من اخترب الحي، كتابه كريم رزق الله، اخراج جيسيكا طحطوح، وانتاج مروى جروب للاستاذ مروان حداد، الموجه له تحية من حديث البلد كمان لجميع العاملين، بس حتى نقدر نشوفه بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وتقول بلاير باسن. صح بلاير باسن. شو بك هون؟ وين كنتي؟ رحت عند كارول مع هشام، ما هيك؟ قد ايه كنت مفكرة تضل هالقصة مخبية؟ قد ايه؟ في وحدة محترمة بتصاحب ابن عم خطيبة؟ فادي ما تحكي هيك مع اختك. وكيف بدك اياني احكي معها؟ بزقف لها؟ بهنيها على اللي عملته؟
فبدي ادق قفله وتهنيني على اللي عملته. خيي ما كان بايدي. بايد مين لكان؟ كيف تتصرف هيك؟ كيف بتحطيني بهيك موقف؟ كيف؟ حطك بهيك موقف؟ حطيت حالي بهيك موقف؟ شو بعمل طيب فادي؟ غرمنا ببعض. فكرك انا مبسوطة؟ امانك مبسوطة باللي عملتيه؟ ايه؟ ليك انت لازم تروحي تطمي حالك بعد اللي عملتيه؟ فادي اتركيني يا امي، اتركيني اتركيني احكي، على القليلة احكي احسن ما بالايد فيها ودعوسها تحت اجري. في وحدة بتقول مش مبسوطة من بعد ما تعمل هيك عملة بدل ما تروحي تحطي راسك بالارض وتطمي حالك. عماد في محل من المسلسل بنشوفك كاسر اجرك ومركب قتال. صحيح. وهو انت بالحقيقة كسرت صابونة اجرك واضطريت تحطها، كيف دخلته هالشيء بالمسلسل؟ هو اللي صار انه وقعت زحطت هيك شيء 12 درجة كسرت اجري، وبما انه المسلسل على الهواء فما كان في مجال انه نوقف. نعم. اضطروا يدخلوها بالمسلسل فزدنا احداث، يعني هي بلشت تبين من الحلقة 35 بلشت تبين. عملنا عملية مع براغي و سافا وقلتوا انه انكسرت كلمة قلبك فكلوا كل العالم بيشوفوني بيقولوا لي مش معقول شو ظابطة معك العرجة، قلوا انا هي شفتوا هلا صارت منيحة مظبوطة هلا ماتش بس هلا احسن؟ اي احسن بكثير سلامة مسكت براغي قلبك. لا براغي لا مش إيه. على كل حال بدنا نقول انه عندي نقص بالحديد. عماد فغالي بالعودة لك، انت من بدادون قضاء علي، انتسبت لكلية الفنون وتخرجت سنة 2000 وشاركت بالعديد من المسلسلات مثل طالبين القرب، لونا، سارة، مراهقون، الغالبون وغيرها، اضافة لعملك بتقديم واعداد البرامج بالدوبلاج والفويس اوفر. بس بتقول انك ما بتآمن بالصداقات بالوسط الفني وانما بالعلاقات الجيدة، وبتعتبر انه الصداقات القريبة ما بتكون مع ناس من نفس المجال، ليه؟ اي صحيح. هلا انا اول شيء على علاقة طيبة مع الجميع. نعم. واكيد بدي وجه تحية لكل الكرو باخترب الحي ان كان تقنيين او زملاء ممثلين. قديش انتو بالعدد قريبة؟ كتار بصراحة كتار، ما بعرف قديه يعني، بس انا كنت قلق لما حكينا عن هذا الموضوع. انا كنت عم بقول انه صداقة قريبة كتير وانتيم بالوسط الفني التمثيلي لا ما عندي، عندي اصدقاء شوي ابعد واكيد في معارف وزملاء. ايمانا مني انه شغلنا نحن مثل ما كمان ميشيل بيعرف لانه ميشيل اصلا ممثل، نحن بنصور مثلا مرات 20 ساعة بالنهار مرات 15 ساعة بالنهار، سو مش معقول انه تصوري 15 ساعة بالنهار تخلصي شغلك ترجعي تروحي تتعشي مع زيت العالم اللي كنت انت وياهم، انه شو الحديث الجديد اللي بدك تحكيه؟ يعني عم ضلك بجو الشغل. ايه انه انا بحب اطلع، يعني بحب يكون عندي هيدا الركول انه اظهر منهم. أكيد. اظهر وارجع، وحتى الحديث بده يكون كله عن الشغل، مشان هيك اصحابي هن الانتيم هن من خارج الوسط الفني لحتى تاخذ بريك من هيك. ايه تناخذ بريك ولحتى يكون في شيء هيك لذيذ نحكي مع بعض. صح. واكيد يعني ما حدا بيخفى عليه قصه انه في بيكون مرات شوية حزازيات يمكن. أكيد. بس في يعني العلاقة مهم تكون جيدة ومنيحة مع الكل، بس مش المطلوب صداقة كتير انتيم أو أكيد. والمنافسة مشروعة يعني طبعا، وأنا هذا بالنتيجة يعني رأيي اللي استنتجته من بعد خبرة، يعني مش أنه وعيت على الحياة درست معهد فنون وقلت أنه بدي أعمل هيك، لا أنا كنت أفكر أنه فينا نكون هيك، بس اكتشفت أنه لا الحياة باي ترايل أند أرر بجرب الواحد بكل عمل بربي أصحاب، وهول أصحاب بيروحوا بتاني عمل. صح. عماد نحن نتمنى لك التوفيق بكل المجالات اللي مسي. بتشتغل فيها، وإن شاء الله تلاقي نصك تاني قريبا إن شاء الله. يعني نحن اليوم على سعد نازلين فيه، أنت عندك الأسبقية يعني. جيت خففت عني هلأ. أنا بعديهم اليوم. أوكي. لازم تدعسي لهم على إجريهم. يلا. للحبيب يلا. طيب عماد وين النصف الآخر؟ بالمسلسل تجوزت وسحبت على مرتك ورجعت لمرتك وهيدا بالحياة. من كتر ما تجوزنا بالمسلسلات عشنا هون كثير. النصف الآخر هي دائما أنا عايش على يعني حالة حب. نعم. ما بقدر معيش حالة حب، بس بالنسبة لي مش ضروري كل حالة حب تودي لزواج. أكيد. فلما بيكون يعني كل الظروف مناسبة أكيد أنا ردي، يعني ما حدا بيقول لا على هذا الموضوع. أسعد مخروم، أسعد أنت وسعد من زيت العمر 26 ما هيك؟ أنا 27. أنت 27. مخروم؟ حالياً لا. حالياً لكن أسعد للمهتمات حالياً. أعزب حالياً في الأسواق. أدي السعر بس الكمية محدودة. كيتي لنشوف كيتي شو جايبت لك يا عماد. بلا شعر. شكراً
بكرة قال لي ربي. شو مكتوب؟ انت وميشيل معروفين بصوتكم الإذاعي، المطلوب دعاية لحديث البلد. اها في حدا بده يبلش؟ عماد بما انه الكارت لإلك. كل خميس عماد بما انه الكارت لإلك. قلنا في حدا بده يبلش؟ عماد لأنه الكارت لإله. كل خميس. اوكي. كان عم بينقل لي فكرة. يلا يلا خدها خدها خدها. تعملوا كونفرزيشن سوا، حديث ما له قيمة، بعدين انه لحظة ليه عم نحكي هيك حديث؟ تعال نحكي حديث عليه قدره قيمة. حديث البلد. اوكي. ميشيل شو الأخبار؟ تمام؟ إنه مثل ما عم تسمع، عادي. كله رواق؟ رواق، وين في رواق؟ بلد تمام؟ شيء بضحك، دخلك؟ شو؟ لشو نحن عم نترشق؟ لك وما له معنى وكذا. خلي يكون حديثنا حديث ايه له قيمة، حديث البلد. ليلى تسعة حديث ونص. حديث البلد. حديث ونص. البلد، تسعة ونص على ام تي في. المخرج تقديم منى ابو حمزه، بس ما بيكمل الا بوجود المهضوم كثير 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 ميشيل ابو سليمان. حديث البلد نجلة حرباوي، عدنان ديراني وسيلين استيفان. يعني يا عدنان أخذت زقفة كثير كبيرة من هالصبايا، نورهان صغار يعني من وقت لتن انت بغنى عن التعريف وتعرفنا عليك خلال الحلقه، وهلا بدك تشاركنا بالبلايند. يلا كيف معلوماتك بالاغاني؟ يعني ما بدنا عاطله كثير على عشره نورهان. بلا صرنا احسن احسن. طيب يلا هلا بدنا هم ما يلتهوا ببعض هلا. اول شغله قال عماد ما تلتهوا بالغرام، هلا ساعدونا بالاغاني نكون تيم. هلا شاد نورهان عن قريب بيشبه كريم، صح؟ عم الدبل جي؟ عم الدبل جي؟ عم الدبل جي المقلوب. نجلة حرباوي اهلا وسهلا فيك، انت جاي ليلى من تونس، بعرف انه بتحضري حديث البلد من هونيك، اسم الله عليك قمر، وانت ملكة جمال تونس ال 2013. مرم تونس يا حرصي. بونسوار منى، انا مبسوطة اني موجودة بحديث البلد. يعني ما في زوم تحكي كثير لانه عيونك عمال يحكوا. نجلة بتحضرونا بتونس منيح؟ ايه كثير. ونحن بنودي يعني تحيه من خلالك لكل اهالي تونس، وانا شايفه ضوى وشه لسعد وحابب يحكيك شويه تونسي، يفرجيك انه بيعرف تونسي بقى. سعد يعني من انا بحب تونس كثير. نعم. وكل العالم صارت تحبها أكثر. هلا صرت تحبها أكثر. كلنا صرنا نحبها. هي حلوة حلوة برشا برشا. يعني إذا بدي أحكيها تونسي على السلامة يا حمامة لاباس. شو أحوالك؟ عايشك الحمد لله. لاباس لاباس عليك؟ لاباس. منيحة منيحة منيحة. سيلين ستيفان أهلا وسهلا فيك. أنت اليوم رافقة تلاميذنا اللي بنرجع نرحب فيهم. فرح بيك اللي كل سنة عم بتقوم بنشاطات عديدة لدعم صندوق مساعدة الطلاب ولمركز سرطان الأطفال. سيلين ستيفان حضرتك مسؤولة العلاقات العامة بالسانكور وموجودة معنا حتى تخبرينا أكثر عن الكوليج أنفيت. شو مشروعكم لهالسنة وشو رح يتضمن؟ اوكي بونسوار. الكوليج ان فيت هو ايفينمون بنعمله كل سنه بالسانكور كفرح باب، والسنه كمان رح ينعمل من 16 ل 18 ايار باشراف مديره المدرسه سريام ابو جوده. الايفينمون بيتوجه لكل افراد العائله كبار وصغار، وبيتضمن عده نشاطات ترفيهيه وثقافيه ورياضيه وفنيه.
الافتتاح رح يكون بكره الساعة 7 عشية بكونسير لأغاني الثمانينات. الدعوة مفتوحة للجميع ورح يكون في بعدين ديني وسواري دانسانت. حلو. بكمل السبت والأحد بديكتي بور أدولت، لا ديكتي بور أدولت وكومبيتيسيون دو جو دو سوسيتي. هيدي ميشيل حابب يشارك فيها، ديكتي بور أدولت لأنه هو بالديكتي قوي قوي كثير بالماتيماتيك. أكيد كرماس وكيد شو. كيد شو أكيد منى منى. أنا أول واحدة كنت كيد شو. وإذا بتحب كمان ميشيل في نهار الأحد عاملين ترياتلون للي بحبوا السبور، رح يكون ترياتلون أون رولي بار إيكيب. ناتاسيون، سيكليسم وكورس أبيل. سيكليست كمان؟ وي. الانطلاق رح يكون من لجرين بيتش معملتين، مروراً بجونيا وصولاً لكبار حباب، بالتنسيق مع بلدية غزير يلي هي يعني ما سيراً على الأقدام. إذا معملتين أنا رايح. سيراً على الأقدام وعلى البيسيكليت وسباحة. وسباحة كمان. بالتنسيق مع بلدية جونيا وبلدية غزير. والأهم من كل هالشيء إنه مثل ما قلتي رايع الكوليج أون فيت كله بروح لمساعدة العائلات بدفع صوتات المدرسية، ونقينا السنة إنه يكون ريع ترياتلون للشيدرن كانسر سنتر. يعني مشكورين. اللي بده يعرف سيلين أكثر عن التوقيت عن الأيام كيف بيقدر، في ويب سايت، في محل بيقدر يفوت وياخذ انفو؟ فيهم يتصلوا على 09920 764 وبياخذوا كل الانفو، فيهم يفوتوا على الويب سايت تبع تبع السانكور كفر حباب www.كفرحباب.ssac.ag. احنا عم يمرقوا هون، رح يمرقوا قدامنا على على اساسي. مشكورين، يعني ايفينمون بيسلي، رياضي، نشاط عائلي، وبذات الوقت افادته بتروح لاشياء خيريه. مزبوط، ونحن ناطرين الجميع، دعوة مفتوحة للجميع. بدنا نقول ميرسي للسبونسرز يلي دعمي يلي دعمونا السنة، وبدنا نقول كمان ميرسي لريتا وباسم كريستو لدعمهم الإعلامي. ألف عافية. هلا بعد ما حكينا عن كل شيء بدنا نشوف كيف، أول شيء بدنا نطلب منكم إنكم تنقوا على السريع اسم للفرق الخاصة فيكم حتى كيتي تكتبون على الأرض واس. تشاوروا بين بعضكم. أين أوريدي؟ عبسين عش. عبسين عش. نقول الجو كله لإلن. لإلن. شو قررت؟ لا حناخذ حنقول إحساسك صنم آخر أغنية لإله. أها إحساسك صنم الأغنية الرائعة لسعد رمضان. سمعتوا؟ احساسك صنم على اغنية سعد الجديدة احساسك صنم. احساسك صنم انتوا شو رأيتوا؟ نحن نقلنا الجو كله عنا. ايه عنا هي مختصر عدنان وعماد ونورهان واسعد. يا عين الجو كله عنا. مش معقول هيدا كله ما بيفيد، انتبه. هيدا كله ما بيفيد بابا، بيفيد هيدا غنية. انا سلاح سري. هلا لنبلش البلايند تيست رح ندعي على استوديو حديث البلد الدي جي توني سي. بونسوار. جاي اليوم مع اثنين كيتس دي جي، واحد لابسه وواحد واحد على التيشيرت وواحد هون. فيك تغير اشياء من هون وهيك. يعني هيدا التيشيرت كادو من شخص عزيز كثير على قلبي، بدي اوجه له تحيه. تلبس الطاقة؟ اها من شخص ولا من شخصي عزيز على قلبي؟ مع انه ما في يعني اخترعناه لا. لهالشخص العزيز ميرسي كثير كثير مزوقه هالتيشيرت. عندنا خمس اغاني مثل العاده، وحده منهم اجنبي، وبدنا اسم الاغنيه مش اسم المطرب. اوكي اوكي وكيتي حامله القلم وناطره وتركيز قوي. اوكي بدا توني. غرفة عمليات. هي اسمها سيلفي لانيه هلا ببرجه بنعرف نحن سيلفي. انا سيلفي تلفن لي امبارح. هي عن جد هي نفس الاغنيه اسمها سيلفي. ايه ما بعرف اذا اسمها سيلفي ما بعرف، بس انه هي الموضوع عن سيلفي. دي جي توني سي بدي اعرف. عرفت بالفيديو كليب سيلفي بس اسمها المضبوط العالم خلص يعني عرفت. خليهم واحد واحد، اثنيناتهم واحد واحد حتى
اوكي يلا الاغنيه الثانيه وتركيز نحن تعادل ايه توني اغاني اغاني صح داليدا ونورهان هي اللي جاوبت والجو كله عنا صارتين احساسك سنة واحد بنوجه تحية لإذاعة أغاني أغاني لأنه مؤخرا ربحوا بيست راديو ستريمينج من بين 325 إذاعة بالدول العربية صح. ألف مبروك لأغاني أغاني وبالأخص لأستاذ جهاد المر اللي عم بحط عن جد جهد كبير بهالمحطة أغنية أجنبية مين كثير أجنبي اليوم وأكشن؟ لا أكيد مش أنا سعد المفروض لأنه تونس فرنسي على شوية أوكي أوكي هي هي إنجليزي اسم الله عليك ما عم بقدر أطلع فيها يلا تركيز قوي كثير أنت ما عم بتشيل عينك ما عم بقدر أشيل عينك مايكل جاكسون لاير لاير كريسكا بعتقد بعرف مين المسؤول عن عن اللي كنت بدي لك اياه بعدين ميشيل ما مركز معي خي ميشيل بعمل له شوفي مش مركز معي على كل حال عذره معه اكيد بس يغني سعد احساسك صنم بصير الجو كله عنا هيدي بنشهد لك اكيد ما هيك ما هيك وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت وضيوفنا لليله كانوا جهاد أزعور سعد رمضان باتريسيا نمور مروى خليل وفاء حلاوي نورهان أصالة نصري او بونيتا سعاده معنا وعلى مشاركتكم بالبلايند تيست وصديقنا اللي كان سحتان وبهتان باخر الحلقه ميشيل ابو سليمان تصبحوا على الف خير ملتقانا الاسبوع المقبل بنفس الوقت انتظرونا وهلا رح نختم مع ميكس لايف للدي جي توني سي